causes of cell injury. وبعد كده اتكلمنا على effects of cell injury. بعيد بس عشان افكر احنا فين. عندما تؤذى خليه وليس تشكو. لان عندما يؤذى نسيج بيحصل رد فعل inflammation. ولكن عندما تؤذى خليه بيحصل حاجه اسمها reversible والريفرسبل سيل تشينجز. الريفرسبل والريفرسبل سيل انجري بيعتمد على نوع الخليه وعلى النيتشر والديوريشن اوف ذا اليجنت. فلو خليه شطره اتعرضت لمايل انجري يحصل فيها ريفرسبل سيل انجري، تاخد على خاطرها. او الشاي يتنفخ، الاول بيتنفخ ايه؟ ماي، بعد كده يتنفخ ايه؟ فات. ولكن عندما تؤذى خلية شطرة أو بنين بليثال انجري أو ريزيستنت مايل ده يخليها تخش في الريفرسبل سيل انجري. وفي الدنيا دي مفيش حاجة الريفرسبل غير الموت. والموت نوعين، القتل أو الانتحار. فبالتالي بصوا معايا على هذه الصور بصورة أحسن من 1000 كلمة. الست اللي فوق قدام ودية كانت آملة في زيادة حجم البريست بتاعها، underwent underwent augmentation mammoplasty، إن هي حبت تكبر صدرها. فبتوع التجميل بيعملوا حاجة اسمها سيليكون امبلانت. في ناس في دماغهم السيليكون امبلانت دي يجيبوا حقنة وينفخوها سيليكون. خالص، ده عبارة عن حاجة كده زي الديسك بيحطوه ورا البريست عشان ياخد الشكل اللي هم عاوزينه. واثناء العمليه الديسك اتحط بشكل خاطئ فمنع البلاد سبلاي عن البريست بتاعها. وانا باثولوجيست ابص للبريست كده بعمية اقول ان البريست بتاعها مات. ولا توجد قوه على وجه الارض ترجعه تاني للحياه. لان this is irreversible. والحل اللي قدامها هي استئصال هذا السن. كان نفسها تكبر بديها شريده خالص. والصورة الثانية ده كان عيان عنده اوبليك انجوينال هيرني. واثناء ما الجراح بيستأصل الساق بيعمل هرنيوتومي راح قافل الفيمورال ارك. فبالتالي رجل هذا الانسان مات وانا باثولوجيست وعفنت. ولا يمكن انقاذه الا بقطع رجله. So, what is this? This is necrosis. A necrosis. Disease ولا حاجة تكون زراعة؟ طالما ديزيز ما كنت سعيد الحظ معاكم من الأول مش هندرسه في الباثولوجي وبعد كده غير الديزيز. فأي ديزيز في أيتم بنمشي عليها، حد عارفها؟ Number one, definition. Number two, etiology. Number three, pathology. والباثولوجي بيشمل سايت ماكرو مايكرو اند لاستلي فيت فور كومبليكيشن. حضراتكم تعالوا نستخدم هذه الايتم في الكلام عن هذا الحدث. النيكروزس ليترالي كلمه نيكرو يعني ديث، واوزس يعني بريزنس اوف اكسس اوف بروزس. فيبقى النيكروز لو جبنا واحد من كليه اداب قسم لغه انجليزيه يقول لك هو الموت. ولكن هذه معلومه خاطئه، لان ساينتفيكال النيكروزس لازم الشروط دي كلها، اي شرط يختل ما يبقاش نيكروزس يبقى ابو دوزس. النيكروزس هو ديث، وبالتالي ديث جروب اوف سيلز. ما ينفعش النيكروزس تبقى خليه واحده تموت. النيكروزس ديث اوف جروب اوف سيلز. الشرط الثاني within a living body. كلنا لو متنا جسمنا كله مات. This is not necrosis. This is post mortem. ده الموت. النيكروزس بشروط هو death of a group of cells within a living body by an inherit. لازم حاجة pathology مرض يموت. This is necrosis. النيكروزس هو ديث جروب اوف سيلز وذين ليفينج بودي كوز باي انيريتنس. ايتيولوجي
سبب النون ليتال ولا الليتال انجري؟ الليتال. ينفع نون ليتال يعمل نكروزس لو كان بيرزيست. النكروزس يافكت البارينكيميتس اكتف سيل يعني خلايا الشطره ولا الليزي ميزينكايمال سيلز؟ بوف. معانا زي اشهر واحد في الدفعه واخر واحد وضربت الاثنين مسدس، مين فيهم هيموت؟ الليثر هيموت. فبالتالي شفنا من الخطوات اللي قبليها، معلش انا بقول كلام من بين السطور عشان تفهمه. عندما تختار خليه او دوزه تكبر ولا تصغر؟ يخرب بيوم تكبر. ده ملخص الباثولوجي، تكبر. ففي النكروزس بتفرقع فيطلع منها الكيميكال بتقيل، فيحصل انفلامات الرياكشن، فيبدا الانفلاميشن يجي في الحته دي سكندري للنكروزس. بعد الايديولوجي باثولوجي سايت، مين الامسكه اللي يحصل فيها النكروزس؟ اكتب بارينكيميتس ولا ليزم زنكاي؟ اوف جروسلي. هل انا ممكن بعناية اعرف النكروتيك تيشو؟ بعناية مجرده اقدر افرق ما بين نسيج حي ونسيج ميت؟ بصوا معايا، النكروتيك تيشو زي البريست بتاع الست دي زي ما انتم شايفين سمولن ولا شرانكن؟ ليه سمولن؟ عندما تقتل خليه تكبر ولا تصغر؟ لانها فيها ريفرس، ما لازم تكبر عشان تخش الاول ميه. فالنكروتيك تيشو يبقى سمولن زي ما انتم شايفين. النكروتيك تيشو لونه ايه؟ يلوش. ليه يلوش؟ لان هتعرفوا بعد شويه معايا في الميكروسكوب قتل الخليه يعني قتل النيوكليس، والنيوكليس جواها فوسفاتيز اللي يرسب الفوسفيت. فعشان كده تلاقي النسيج بعينيه سمولن ضل اوبيك معتم يلوش لان اترسب عليه الفوسفيت. فبالتالي هل بعيني اقدر اعرف النسيج المقتول؟ النسيج المقتول بيبقى سمولن ضل اوبيك يلوش. بس لو ركزتوا معايا شويه، السراوندينج تيشو الليمك سراوندينج تيشو بيبقى فيها تغير بيعرفني ان النسيج ده مقتول. زي ما انتم شايفين ايه اخبار السراوندينج ليمك تيشو؟ هايبرينك محمره فيها دم كتير، حد يعرف ليه؟ لان عندما تقتل الخليه تكبر الفرع فيطلع منها الكيميكال ميديت. هل الكيميكال ميديت هتشتغل على النسيج الميت؟ ليه ما اشتغلش؟ لان تعريف الانفلاميشن هو رياكشن اوف ليفنج، فالديفيوز على الحته اللي جنبيها الليفنج فتعمل فيها اكيوت انفلاميشن. واضح الكلام؟ جروسلي ذا نيكروتيك تيشو از سمول ضل اوبيك يلوش ذا سراوندينج ليفنج تيشو شو بيكتشر اوف اكيوت انفلاميشن. ولكن حضراتكم تحت الميكروسكوب هل نعرف النسيج المقتول تحت الميكروسكوب؟ بالاعتماد على السيلر تشينجز وبالاعتماد على هيستولوجيكال او اركيتكتشرال تشينجز. بس في حاجه سري اقولها لان اتسالتها على مدى 20 سنه. هو الوقت لو جبت خليه من جسم الانسان تشوف زي اللي انتم بتشوفوه في السلايد والعمل ان شاء الله هيبدا الاسبوع الجاي، مش هيبدا الاسبوع ده خلاص. لما نيجي نبص على نسيج خدناه في عينه، هو النسيج اللي احنا خدناه ده عايش؟ يعني واحنا بنبص عليه على السلايد ده نسيج حي؟ بس احنا بنقول عليه حي، ليه بنقول عليه حي؟ لان احنا عملنا له خدناه حي وعملنا له بريزرفيشن، تعرف ليه بريزرفيشن؟ كاننا جمدناه فخدناه بالصوره دي. لكن لو خدنا بايوبسي من نسيج مقتول هل اقدر اقول لك ان ده مقتول؟ بالاعتماد على تغيرات في شكل الخليه وتغيرات في شكل الانسجه. احسن حاجه بوضح لكم الكلام ده، بصوا معايا على هذا الدياجرام. الصوره اللي اخر حاجه ناحيه دي النورمال سيل. النورمال سيل لها نيوكليس ولها سيتوبلازم. الصور اللي تحت دي الكترون مايكروسكوب، صور حقيقيه بتوريك السيلر تشينج، التغيرات اللي بتحصل للخليه المقتوله. في تغيرات على مستوى النيوكليس بيسموها نيوكليار تشينجز ودول ثلاثه، وتغيرات على مستوى السيتوبلازم ودول برضه ثلاثه. فاول حاجه في السيلر تشينجز النكروزس على مستوى النيوكليس،
بصوا على طول اللي جنبيها، بتلاقوا النيوكليس جنبيها. بالنسبة للأولانية كبرت ولا صغرت؟ صغرت. بقت غامقة ولا فاتحة؟ غامقة. كانت عاملة زي النقطة. فراحوا مسميين هذا التغير بيك نوزس. سموه ايه؟ يعني كلمة بيك. بيك. بيك يعني نقطة. أول شركة أنتجت قلم جاف دخل الخط بتاعه دخل النقطة سمت نفسها بيك. شفت القلم بيك؟ مش موجودة الأيام دي. لأن هي تخن الخط بتاعها تخن النقطة. فالميكنوزس بالعربي هو تنقط النواة. لأن النيوكليس زي ما أنتم شايفين بقت دارك أند سمول. كل النيوكليار تشين سببها ريليز أوف إندونيوكليزس اللي هو بيحصل في آخر حاجة في السيل إنجن. بعد شويتين مش اللي بعديها دي اللي هي الناحية دي بيبدأ الإندونيوكليزس بعد ما خلاها تمشي على نفسها بيبدأ يفتتها. فيحصل تاني تشينج اللي بيسموه كاريو لايسس. يعني ايه كلمة كاريو؟ كاريو انتوا مش خدتوا كاريو طيبين؟ كاريو يعني نيوكليس، كاريو لايسس يعني فراجمنتيشن اوف نيوكليس. اخر خطوة اللي هي دي النيوكليس بتختفي. بيسموا هذه الخطوة كاريو ريكسس. تختفي يسموها كاريو لايسس. ساعتها بيحصل ديسوليوشن اوف نيوكليير فراجمنت. كل اللي عارف الامتحان وعينينا بتجيبها بيكتبوهاش كاريو بيكتبوها كايرو. اول خطوه بيكنوزس، ثاني خطوه كايرو ريكسس، كايرو لايسس. دي معناها تفتت القاهره واختفاء القاهره. حضرتك مش كايرو هي كاريو. انا اتعلمت من اخطاء الطلبه اكتر ما اتعلمت من اساسي. سو دي نيوكليير تشينجز كل سببها الاندونيوكليزس اللي طلع. بيحصل ثلاث تغيرات على مستوى النيوكليس نعرف بيها الخليه مقتوله. باول حاجه اسمها بيك نوزس، يليها كاريو ريكسس، يليها كاريو لايسس. طيب على مستوى السيتوبلازم حضرتك الخليه المقتوله عندما تقتل قتلت الخليه دي السيتوبلازم بتاعها يكبر ولا يصغر؟ ليه بيكبر؟ هو في خليه تقتل لما بيكون ما فيهاش اي تي بي خالص فالصوديوم والبوتاسيوم بامب بتاعتها واقفه فبيخش جواها ميه. فعشان كده تلاقي الخليه دي السيتوبلازم بتاعها كبير، كبير بيسموها سيتوميجالي. بيسموها ايه؟ سيتو يعني خليه، ميجالي يعني خليه اكبر. وعشان كده دايما بقول للطلبه عندما تقتل الخليه تكبر ولا تصغر؟ تكبر. تاني حاجه طالما السيتوبلازم كبر السيل ميمبرين بتاعها يبقى ديستنكت واضح ولا اندستنكت غير واضح؟ ليه اندستنكت؟ لان اتشال. بس ليها معلومه، هل احنا بنشوف السيل ميمبرين بالاتش ان دي؟ بنشوفه بالاتش ان دي؟ ليه ما بنشوفوش؟ لان فوسفوليبيد باي لير ما بيتسببش بالاتش ان دي. عاوز تصبغه عاوز تشوفه بالالكترون مايكروسكوب. فحضرتك لما الخلايا بتموت انت السيل ميمبرين ما بقاش واضح زي الاول كده. عشان كده على مستوى السيتوبلازم واحد سيتوميجالي، اثنين بيبقى السيل ميمبرين اندستنكت، ثلاثه ودي اللي مش فاهمينها عندما تقتل الخليه تبقى اسيدك ولا الكلاين؟ اسيدك ولا الكلاين؟ ليه الكلاين؟ ليه الكلاين؟ قتل الخليه بيحصل بموت النيوكليس، والنيوكليس اسيدك وبتطلع مسنجر ار ان ايه في السيتوبلازم تخليه نيوترال. اما بتموت النيوكليس مفيش مسنجر ار ان ايه هيروح للسيتوبلازم، بلس ان البروتين هتبقى ديناتيوريتد يعني الكلاين. فعشان كده تلاقي انكريز ايزينوفيليا في السيتوبلازم. لان نورمال السيتوبلازم احمر، حضرتك هتلاقيه احمر اكتر. ليه احمر اكتر؟ لان احنا شلنا منه الاسيد، لان الاسيد هو اللي كان بيديله جزء من الزرقه. لان انتوا عارفين بيصبغوا النيوكليس الاتش ان دي باللون الازرق لان دي اسيد، الاتش ان دي بي اتش انديكيت في طالما ما يعرفوش المعلومه دي. فبالتالي فقد الاسيد فما تبقى فهو القلق. لحد دلوقتي السيلر تشينج كم واحده؟ المهم بنكتبها ستاندر اي حاجه موت. كام واحده؟ سته.
كام حاجه على مستوى النيوكليس؟ يلا قول تكرار يا عم شطار. ها ثلاثه على مستوى النيوكليس، بيك نوزس، كاريو راكسس، كاريو لايسس. على مستوى السيتوبلازم، سيتوميجال اندستنكت سيل ميمبرين انكريز ايزينوفيل. دي كلها على مستوى الخليه، ولكن على مستوى الهيستولوجي على الاركتكتشر نورمال، هل خلايا جسمنا مفرفطه ولا عامله ستراكشر؟ عامله ستراكشر. لو جيتوا بصيتوا معايا اسبق الاحداث شويه، ادي دي حته من كلى قتلت، دي يسموها رينال انفاركت بعينيا، عشان انا قلت لكم جروسلي. هل انتوا شايفين الحته المقتوله؟ شايفينها؟ فين الحته المقتوله؟ دي الحته المقتوله؟ يبقى دي الحته المقتوله. اكيد؟ دي الحته المقتوله. دي الحته المقتوله. صح؟ عرفتها ازاي ان هي المقتوله؟ ها؟ صغوره، شايفينها واصله على السيرفس ازاي؟ وبين يلوش. لو جيت بصيت عليها تحت الميكروسكوب، ادي حضرتك ده شكلها تحت الميكروسكوب. عندما يقتل نسيج ايه التغيرات اللي بتحصل؟ نمبر 1، ممكن هذا النسيج يا دكاتره يحصل له رابيد اوتوليسيس ليكويفاكشن، يتحول لميه. ازاي؟ مش الخلايا لما بتموت بتطلع بروتيوليتيك انزايم فرع، فالبروتيوليتيك انزايم تاكل البروتينز تحولها لميه، بيسموا ده اوتوليسيس، خليه كانت نفسيها. او مش في انفلامات الرياكشن هيجي في الحته ديت فيطلع منها بروتيوليتيك انزايم تاكل الخليه، ده يسموه هيتيرولايسيس، لان اللي كان الخليه مش نفسيه، فاهمين حاجه؟ فاول احتمال يحصل لوس اوف اركتكتشرال تشينجز، ان الخليه التيشو يبقى ملوش اي اركتكتشر، يتحول لميه، لا اما بالاوتوليسيس لا اما بالهيتيروليسيس. ولكن في بعض الانسجه قبل ما النسيج يتحلل ممكن يحصل له ديناتيوريشن للبروتين، تعرف ايه ديناتيوريشن؟ يعني يحصل له كواجيليشن. فبالتالي زي الصوره اللي قدامكم دي، اللي قدامكم دي سكشن تحت الميكروسكوب لحته من رينال انفاركت اللي احنا شفناها جروس دي، اللي هي دي، احنا واخدين السكشن هنا بالظبط في الحته دي، فواخدين حته نورمال وحته انفاركت. هنا حصل كواجيليشن، فاللي قدامكم دي حتتين. واسالكم السؤال اللي بساله كل سنه وما بيجاوبوش غلط. دي الحته الميته الانفاركت وده النورمال، ولا ده النورمال ودي الحته الانفاركشن؟ عايز السؤال مره ثانيه؟ ركزوا. دي الانفاركشن وده النورمال، ولا ده النورمال وده الانفاركشن؟ ركز تاني. يخرب بيوم انا ما سالكوش، انتوا مش مركزين في اللي انا بقوله، انا ما سالتش، لان حضرتك دي الانفاركشن ودي النورمال. عرفت منين؟ عرفت منين؟ عرفت منين دي المقتوله ودي اللي عايشه؟ سهله. اما بيحصل كواجيليشن بيفضل الاركتكتشرال ديتيل الشكل العام مش فاهم. انتوا في الحته دي حضراتكم شايفين في حاجات اهي تشبه الجلوبيولاي، بيسموها اركتكتشرال او ستراكشرال بوست اشباح، حاجه تشبه الجلوبيولاي، حاجه تشبه التبيول. ولكن حد فيكم شايف السيلولار ديتيل؟ حد فيكم شايف النيوكلياي؟ النيوكلياي حصل لها ايه؟ اختفت، مفيش خلاص نيوكلياي. بص هنا النيوكلياي عامل ازاي في شكلها، لكن هنا مفيش نيوكليار، عشان كده يسموا النوع ده كواجيليت. الاركتكتشرال تشينج في الحته الميته نوعين، لا اما immediately بعد ما الحته تموت تتحول لميه ده ليكويفاكت، لا اما ان هي الاول يحصل كواجيليشن للبروتين فتحافظ على الاركتكتشرال ستراكشرال ديتيل وتختفي السيلولار ديتيل، لكن بعد شويه هيحصل لها برضه ليكويفاكشن. اوكي، ايه الفيت بتاع النيكروز قبل ما نقسم؟ ايه مصير اي حته تموت في جسمنا؟ اول احتمال انفلاميشن، كسر ايه؟ فين؟ في الحته اللي ماتت؟ في الحته اللي ماتت؟ من حق الميت ان هو يعترض؟ ده الانفلاميشن رياكشن. الانفلاميشن يحصل فين؟ فين؟ في السراوند
ريكوردنج ليمتش واحنا شفناها. الفيد الثاني ممكن يحصل ريبير او هيلينج على حسب نوع النسيج اللي مات. لو هو لابايل ولا ستيبل بشروط يحصل له ريجنريشن. لو هو بيرمنت هيحصل له هيلينج باي كولكتيف تيشو ديبوزيشن في اي حته باي فايبروزس في السي ان اس باي. ليه؟ عشان ايه؟ ليه بقى ربنا ما خلاش فايبر تيشو من برين؟ مين اللي بيعزل الكهرباء؟ الفايبرس ولا الجلايل؟ الجلايل هو اللي عازل الكهرباء. لان لو ربنا كان خلق فايبرس من برين كنا بقينا منكسين. صح؟ اول فيت للنكروزس انفلاميشن في الحته الليفي السرام. تاني فيت ريبير. تالت فيت عندما تقتل الخليه تكبر ولا تصغر؟ تكبر ولا تصغر؟ تبقى اسيدك ولا الكلاين؟ طالما الكلاين ترسب الاسيد. مين الاسيد؟ الكالسيوم. فيحصل فيها ديستروفيك كالسيفيكيشن كان ربنا بيتفتح. هناخد ديستروفيك كالسيفيكيشن ان شاء الله في اخر الشابتر. So this is the fate of necrosis. النكروزيس ده اقول لكم مكتوب عليه الكاتيجوري ايه؟ اول السؤال اللي انا بقوله ده يقول لك ديفاين وقول لي الايتيولوجي وقول لي الكروس والمايكروسكوب والفين. ده سؤال طويل. ولكن في اسئله صغيره بالتقسيم. Pathology is the science of classification and any classification should serve a purpose. كما قال أكرم حضرات النكروزس بيتقسم لست انواع. ست انواع من النكروزس. التقسيمه دي هدفها ايه؟ هدفها العين ان احنا نعرف الحاجه اللي قتلت سببها ايه؟ بعينيا من غير مايكروسكوب اقول لك الحاجه اللي قتلت النسيج ده ايه؟ ست انواع. وعشان اسهل لكم الموضوع اكتر عندما يقتل نسيج شكله يبقى عامل زي ايه؟ ايه الخليه الواحده التي يمكن رؤيتها بالعين المجرده؟ ها؟ البيض بيض الفرخه بيض البطه بيض الديناصور. لكن مش البيضه بتاعت الست مش الاوفر فيها غبيه شويه. الخليه الواحده التي يمكن رؤيتها بالعين المجرده هي البيض. عندنا كام طريقه لاكل البيض؟ هو بمعنى اخر عندنا كام طريقه لطبخ البيض؟ حصه طبخ اهي. اول احتمال نسلقها بيضه وسلقناها ده بيسموه فاجل النكروز. انا بس بعمل مقدمه عشان الكلام ما يبقاش مجعص. اول احتمال اما النسيج يموت هيشبه البيضه المسلوقه. يعني يشبه البيضه المسلوقه؟ البيضه هتحافظ على شكلها؟ مقتوله ولا مش مقتوله؟ دي اسمه فاجل. ثاني احتمال لطبخ البيض هو بيضه وفيشناها عملناها عجه فساعتها البيضه هتبقى شويه ميه صح كده؟ البيضه مقتوله ولا مش مقتوله؟ محافظه على شكلها؟ بقى شكلها عامل ازاي؟ ميه. سموا النوع ده ليكوفاكتيف نكروز. ثالث احتمال لقتل وطبخ البيض بيضه وسبناها تعفن وتفشش. حد فيكم شاف بيضه ما طبخوهاش وسابوها لحد ما عفنت؟ بيبقى لونها اسود وريحتها وحشه. بيسموا النوع ده جاي الناس نكروز. الاحتمال الرابع بيضه حاطين عليها جبنه. حد فيكم كام بيضه جبنه؟ ده جميل جدا ما تقولوش ازاي. وازاي الجبنه بقى الكوبايات الحلوه دي؟ ده بيسموه كيزس نكروز القتل التجبني بالعربي لو احنا في سوريا. الاحتمال الرابع بيضه حاطين عليها سمنه. بيض سمنه حلو بقى سموه فات نكروز. الاحتمال الخامس السادس والاخير بيضه وحطينا عليها بسطرمه، كاتبه بيض البسطرمه؟ فايبرينويد نيكروزس. يعني يشبه البيضه بالبسطرمه. اتفقنا على هذا الكلام؟ في عندنا كام نوع من انواع النيكروزس؟ سته. قبل ما على فكره كل نوع منهم بينزل سؤال في الامتحان. بيلعبوا معاك في الام سي كيو، فما كانش يوجد طريقه ان انا اوصلها بسرعه الا بالكلام الهكس اللي انا بقوله ده. بيضه وسرقناها؟ بيضه وفقشناها؟ بيضة وسبناها تعفن وتبشش. بيضة وحطينا عليها جبنة. بيضة وحطينا عليها زبدة. بيضة وحطينا عليها مصدرمة. اوكي. حتى في النوع الأولاني. النوع الأولاني اللي شفتوه. ده هو النوع الأولاني. ده اسمه كواجلاتيف نيكروزس. اسمه إيه؟ الكواجلاتيف نيكروزس
بيحصل في حالات الانفاكشن. يعني ايه كلمه انفاكشن؟ العرب بيقولوا جلطه، العرب بيقولوا على الانفاكشن جلطه، بيقولوا على الثرومبوز جلطه، بيقولوا على الكلوت جلطه، بيقولوا على الامبوليزم جلطه. وتيجي تقول له يعني ايه جلطه؟ يقول لك جلطه. العرب وليست اللغه العربيه قاصرين عن التفرقه بالاربعه دول. الانفاكشن هي عباره عن اسكيميك نكروز، يعني حته مالت بسبب صادم ارتيريال اوكلوجن، اتمنع عنها الارتيريال بلاد سبلاي. لو حته ماتت بالشكل ده بيحصل اسكيميا عنيفه، خليه تموت. فتبدا تديبريت هيدروجين بروكسايد كانه بيسلو الدش. بيعمل ديلاتيريشن للبروتين. اول نوع اسمه كواجلاتيف نيكروزس، زي ما انتم شايفين. الكواجلاتيف نيكروزس بيحصل في حالات الانفاكشن افري وير. فالنسيج بيبقى شكل البيضه المسلوقه. حضرتك اللي قدامكم ده حد شايف الحته الصحيه والحته المقتوله؟ فين الصحيه؟ كله شايفين الحته المقتوله؟ دي انفاكشن كده. لو جينا بصينا تاني اللي قدامكم ده سبلين، شايفين الحتتين المقتولين؟ في حتتين هنا مقتولين. This is infarction spleen. الانفاكشن افري وير. اما بتموت شكل الخلايا عامل زي البيض المسلوق. فبتحافظ على الاركتكتشرال ديتيل، لكن طبعا ما فيش سيلر ديتيل. يعني لو خدنا بايوبسي هنشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ الصوره دي هنلاقي جوست، نو سيلر ديتيل. فبالتالي الكواجلاتيف نيكروزس بيحصل فيه كواجليشن للديد بروتين. وحضرتك النوع ده بيحصل انفاكشن افري وير، افري وير اكسبت السي ان اس. لان النوع الثاني، النوع الثاني بيضاوي فاشنان. ادي الصوره بتاعته اهو، اوريكم صوره كروس بلاش مايكروسكوب. ادي الصوره بتاعته اهي. الليكويفاكتيف نيكروزس النسيج بعد ما بيموت ايميديتلي يتحول ميه، فيسيب مكانه حفره اهو. المثال عليها انفاركشن ار سي ان اس. لو حصل ان حته ماتت في المخ في السباينال كور بسبب قفل البلاد سبلاي، ساعتها الخلايا مفقود عامله زي البيضه المفقوشه. ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى الانفاركشن في اي حته ثانيه بتتحول لبيضه مسلوقه، لكن في البرين بتبقى عباره عن ميه ليكويفاكتيف نيكروز. حد يعرف؟ اتفضلت. انا متاسف في الكتاب عندكم بيقول لك الميكانيزم مش معروف. هو معروف من سنه 1940 يعني. سهله. ما هي الوحده البنائيه للسي ان اس؟ النيرون، النيرفس البودي. كان راجل مجنون نيرون، مش مشكله. حضراتكم عارف السي ان اس ريتش ان بروتين، ريتش ان فات ليبيد اند ووتر. فبالتالي في البروتين اللي هيكواجليت عشان يحافظ. فاهمين حاجه؟ فبالتالي اول احتمال للليكوفاكتيف نيكروزس انفاكشن اوف سي ان اس. والميكانيزم ذير از نو بروتين ان سي ان اس تو كواجليت. الاحتمال الثاني في حالات الابسس هو البص اللي جوه الابسس دي مش خلايا مقتوله بس قتلت، وبعد ما قتلت حصل لها ايه؟ ها؟ ليكوفاكشن. مين اللي عمل لها ليكوفاكشن؟ بروتيوليتيك انزايم. طلعت من ايه؟ من نيوتروفيل اللي هي دلوقتي بقى اسمها بصل. مثلا سؤال غبي شويه في الانفليميشن، مين الاكبر؟ النيوتروفيل ام البصل؟ عشان انت فهمت النيكروزس دلوقتي. مين الاحمر؟ النيوتروفيل ولا البصل؟ البصل عشان هي الكلاين. فهمت حاجه؟ يبقى دلوقتي بيضه وفقشناها، المثال عليها عشان امس كيو. ها؟ كواجيولاتيف انفاركشن افري وير اكسبت. طب الليكويفاكتيف؟ السي ان اس انفارك اند بس انسايد الابس. ادي ده شكل البس جوه الابس. ادي اللي قدامكم ده ابس، اللي بره اسمه بايجينيك ميمبرين. وادي الخلايا هنا مقتوله. شايفين دي؟ ذير از نو نيوكلير ريتيل. لان هنا الخلايا قتلت وتحولت لمي. الاحتمال الثالث بيضه وسبناها تعفن وتمشش. حد فيكم قبل كده ساب بيض لحد معفن ومشش؟ ما حصلش خالص؟ كلكم حصل معاك. لانه انتوا صغيرين اكيد في بعضكم كان عندهم بيبخروهم ويدوهم سندوتشات بيض. لما بتروح المدارس حدش كانت مامته بتديله سندوتشات بيض؟
لا مش كلهم مش كلهم مش كلهم. على فكره مش معاك 16 بنت خالص. وكانت امي ما تقدرش تعمل الحركه دي معايا، انا كان ليا شخصيه. لكن صديق عمري وهو هنا استاذ في الكليه. امه كانت لازم تجبره يجي ياخد 16. والمشكله ان هو قاعد جنبي، والمشكله ان هو ما بيحبش البيت. فما كانش بياكل. ويسيبه في الشنطه اسبوعين ثلاثه. لانه ما كانش بيقدر يقول لها انا ما باكلوش. وبعدين تطور بيسيبه في الديسك. فكنا بعد سنه سنتين نطلع الساندوتش لونه ايه؟ اسم ريحته ايه؟ معفنة. This is gangrenous necrosis. الجانجرنس نيكروزس نسيج يموت وبعدين عشان هو بيوصل له هواء مش اي حته عامه. فيها هواء، الهواء فيه حاجه اسمها سابروفيتك بكتيريا. البكتيريا المعفنه اسم فاعل مش معفنه. اللي بتشتغل على ديت بروتين اللي بريت هيدروجين سلفايد ده اسمه غاز البيض الفاسد ريحته وحشه وبعدين يتحد مع الايرن فاللي بريت ايرن سلفايد ودي بيديك اللون الاسود فبالتالي الجانجرنس نيكروزس ده بيحصل لما النسيج يموت وتشتغل عليه السابروفايت زي الصور اللي قدامك دي ادي الراجل اهو عجوز متصامت صباع رجله الكبير اسود ده جانجرنس ادي الامعاء جانجرنس ادي رجل جانجرنس زي بالظبط البيضه ما نسيبها تعفن وتمشي على حضراتكم لحد دلوقتي في كام نوع من انواع النيكروزس جروستي بعينيا انا بعرفه بعينيا واحد بيضه وسلقناها بيضه وبيشناها بيضه وسبناها تعفن وتمشي الاحتمال الرابع ادي ده الاحتمال الرابع الاحتمال الرابع اجيب الاول عشان تفهم شايفين الجبنه الحلوه دي بصوا لهذا اللانج شايفين اللانج دي اي خلايا ماتت اهي وبقت شكل الجبنه. This is caseous necrosis. Cases يعني ايه كلمه كازين؟ الكازين نوع من انواع الجبنه هو بروتين في اللبن ولكن هي نوع من انواع الجبنه. في الارتكل بتاع زمان كان يقول لك الجبنه القريش. ولكن الكازين هو الجبنه اللي هي بتاعت الكوبايات شفتوا الجبنه اللي بتبقى سايله هو ده منظرها. الكيزيس نيكروزس ده الخلايا لما تموت تشبه الجبنه. احسن اكزامبل عليه اتيبركلوزس. تعرفوا اتيبركلوزس؟ بيسموه مرض التضرر او مرض الضرر. بيسموه مرض السل لان البكتيريا اللي بتعمله تشبه سل النخل، اول بكتيريا عصويه تم اكتشافها. سموها كوكس باسيلاي. ليه بقى؟ لما بكتيريا السل تقتل الخلايا يبقى النسيج شكل الجبنه. سهل. نمبر 1 بكتيريا السل دي انا بس بلعتها شويه هتاخدوها ده تشابتر كام؟ بكتيريا السل دي هل هي موتايل؟ بتتحرك؟ لا. هل هي توكسيك؟ لا. هل هي بروتيوريتك؟ لا. خالص يعني ولا بتمشي ولا بتاكل ولا بتطلع صوت. امال بتنزينا ليه؟ اللي بينزينا اقرب الناس ليه وهي الاميونيتي عمرها ما تتزين ولكن فرط الحساسيه اما يكون جهاز المناعه بتاعتنا دبه بس كلنا بنتاذي بيها لان ناحيه السل جهاز مناعتنا بيبقى دبه. حضرتك بتخش بكتيريا السل اما تخش بكتيريا السل هو بكتيريا السل دي اكيوت ولا كرونيك انفلاميشن؟ كرونيك اي حاجه تعرفها كرونيك بكلمه اوزس فهي تيوبركلوزس. حضرتك التيوبركلوزس كرونيك انفلاميشن وانتوا خدتوا في شابتر الانفلاميشن ان في كرونيك انفلاميشن بيبقى فيه فازو دايليتيشن ولا انتربرايز اوف ترانس؟ يعني انتربرايز اوف ترانس؟ نهايات البلاد فيسل بتدخل في البلاد سبلاي للتيشو بجانب فبالتالي الانسجه بتموت. الوقت الانسجه ماتت بقفل البلاد سبلاي يبقى ايه نوع النيكروز اللي بيحصل؟ كارب لحد دلوقتي مفيش جيب صح كده؟ ولكن بتيجي بكتيريا السل جهاز المناعه يقول لك صاحبي حبيبي تخش فيه بكتيريا السل المعفنه ده لا ممكن ابدا تبدا تطلع سايتوكاينز تطلع ايه؟ بيطلعوا بكتير الفوسايت والمونوكاينز والمونوسايتس يبداوا هذه السايتوكاينز يعملوا بارشال ليكويفاكشن يعملوا ايه؟ يعني بدل ما هي حاجه مصمطه زي البيضه المسلوقه كان حضرتك مسكتها بمعلقه وهرستها فيحصل بارشال ليكويفاكشن وبعد ما يحصل كده هذه المونوكاينز وجهاز المناعه بكتيريا السل فيري ريتش ان ليمت
هي لابسه كود كده برضه اسمه ليمت كود، بتروح فكاه من على البكتيريا وتضيفه على البارشل الكتروفايل تيشو. النت ريزلت في النهايه ايه؟ هذا المنظر ستراكشرلس كيزيس، شكل الجبنه تشيزي ماتيريال. عرفت ازاي يتكون الكازيشن؟ الكازيشن في التي بي يتكون بثلاث خطوات. مين اللي قتل الخلايا؟ نقص البلاد سبلاي الاندكترايز والبتراكس. مين اللي عمل لها البارشال ليكويفاكشن؟ السيتوكايز اللي طلعت من جهاز المناعه بتنبه. مين حضرتك اللي اداها اللون الاصفر واضاف لها شويه الفات عليها؟ الليبيد اللي جاي من التي بي. This is cases necrosis. طب ايه الميد اللي نعلمكم كده؟ الميد اللي نعلمكم كده عشان بعدين تعرف ايه السبب القتل. لو لقيت حته من النسيج اتقتلت وبقت زي البيضه المسلوقه يبقى السبب ايه؟ يعني انفاكشن. فاهمين حاجه؟ طب في المخ لقيتها سايبه حفره يبقى السبب ايه؟ انفاكشن برضه. طب لو لقيتها عامله زي سودا وزي الجبنه البيضه الممششه يبقى حصل ايه؟ ماتت وعفنت. لو جيت لقيتها زي الجبنه يبقى ده تي بي. احنا بنشخص تي بي بعينينا. ما حدش بيشخص التي بي يحط تحت الميكروسكوب. لان هي شكلها كده وانا جايب لكم صوره في الفوتوشوب. ادي لانج اهي قدام، حد شايف الحفره اللي موجوده؟ ريس كيز كروس. عندنا كام احتمال؟ بيضه وسلقناها؟ بيضه وفقشناها؟ بيضه وسبناها تعفن وتمشش؟ بيضه وحطينا عليها جبنه؟ ايه الاحتمال الخامس؟ شايفين ان ده الرئه كلها بقت عباره عن علبه جبنه. الاحتمال الخامس حاجه اسمها فات نيكروزس. بيضه وحطينا عليها زبده. الفات نيكروزس ده بيأفكت الفات سيلز. لان حضرتك عندنا سببين لقتل الفات سيلز. لا اما نقتله بالانزيم ده بيسموه انزيماتيك فات نيكروزس. ودي قصه الشاه بتاع العراق. لا اما نقتله بالتروما ده اسمه تروماتيك فات نيكروزس. ودي قصه الست اللي ركبت الاتوبيس. الفات نيكروزس لوحده سؤال في الامتحان. الفات نيكروزس كم نوع؟ نوعين. واحد انزيماتيك فات نيكروزس. الانزيماتيك فات نيكروزس احسن مثال عليها قصه الشاب بتاع العراق. احكي قصه؟ يحكى في قديم الزمان ان ايران كان لها شاه. يعني ايه شاه؟ شاه باللغه الفارسيه يعني ملك. هو كان اسمه محمد. مين مراته؟ تعرفش مرات الشاه؟ اخت الملك فاروق. المهم فهذا الشاه مالناش دعوه بيه دلوقتي. ويحكى في قديم الزمان ان مصر قامت بحرب سنه 73 اسمها حرب 73. ولكن هذه الحرب قامت فجأة. قامت فجأة. وكان السادات بعد ما مسك أمور الدولة عليه ضغط شعبي رهيب للقيام بالحرب لأن احنا كنا طالعين من الوكسة. فكل سنة كان يطلعوا طلاب الجامعات ويقولوا أدابهم في الشارع في المظاهرات وعيب كده منظرنا وحش عاوزين نحارب ويا عم مجانين بصراحة غلطان اللي يسمع كلامهم يعني. ولكن أحرجوا السادات جدا. فجه سنة 72 في مجلس الشعب مسجل في شهر 7 أو حاجة بسبب مظاهرات اللي اجتاحت البلد فحب يهدي الشعب الله يرحمه كان صايع يعني. والله فقال لهم لن يمر هذا العام حتى يكون عام الحسم وسمي 72 عام الحسم. خلص 72 والله خلص. فطلعوا بمظاهرات اكتر. فطلع لهم برضه في المجلس قال لهم بصوا يا جدعان الخطه كانت موضوعه واحنا بعد سكه صحينا الصبح فطرنا وشربنا الشاي وركبنا الدبابات والطيارات وطلعنا الحال لقينا في ضباب نحارب الضباب. الله يرحمنا. وسمي هذا العام عام الضباب. وفجاه اكتوبر 73 قامت الحرب. ولكن بعد قيام الحرب بساعات وزير البترول صوت قال له يا سادات اضحك. قال له خير يا حبيبي؟ قال البلد ما فيهاش بوتاجاز خالص.
يخرب بيتك، امال انت وزير بتهتم بايه؟ قالوا مش عرفته. هو انت قلت لحد هتقوم بالحرب؟ قالوا طب وبعدين؟ قالوا مش انت الرئيس؟ اتصرف بقى. كان معاه على خط التليفون الشاب. قالوا ولا يهمك يا سادات، في سفينه محمله بالغاز الطبيعي. طبعا اما بلد بتحارب بتقفل الموانئ، فبلاش تمشي بقى السويس، هتلف حوالين افريقيا راس الرجاء الصالح البحر المتوسط، هتودي ايطاليا، بلاش ايطاليا نبادي ويحمل لليبيا ونحمله لك بره. كده الشاه عمل واجب ولا ما عملش؟ عمل واجب رحمه الله عليه. ولم تمر سوى سنين بسيطه وقامت الثوره الاسلاميه في ايران بقياده ايه الله الخميني، وكان عاوز يقتل الشاه. فالشاه طلب لجوء سياسي في كل حته في العالم، ما فيش حد وافق ان يستضيفه غير رحمه الله عليه. وكان عليه اعتراضات شديده جدا، جابوا وبنى له فيلا ولوقوا خالص، وقال لك الراجل ده محترم وقف معانا. ولم تمر سوى شهور واصيب الشاه بحاجه اسمها هوتشك الليمفوم. لحد دلوقتي دي كانت قصه العلم هيبدا. لو ما موتوش يعني خلاص خلصنا. ولم يمر سوى شهور واصيب بحاجه اسمها هوتشك الليمفوم، نوع من انواع السرطانات في الغدد الليمفاويه والضحاف. وكان لازم يستأصل الضحاف بتاع الشاه. نايم عندنا في بامبر زينا بيشيل. فجاب له ساعتها جراح انجليزي عشان يشيل الضحاف، هو دافع حاجه من جيبه. وطلب هذا الجراح الانجليزي 2 مليون دولار عشان يشيل هذا الضحاف. واثناء العمليه ركز بقى مع العلم بقى، اكيد انتوا عارفين ان الهايلر بتاع الستيل ان كلوز انتيميت ريليشن وذ بنكرياس، دي لو بنكرياس عارف الحكايه دي؟ اما بتيجي تشيل اورجان بنقطع البلاد فيسل عشان تشيله. فاثناء ما جه يشيله وحط الكخر على التيلو بنكرياس وعلى الفيسل وراح قاطع. ايه اللي حصل؟ هذه الكونديشن اسمها اكيوت هيموراجيك بنكرياتس. لان ساعتها هيبدا يطلع البنكرياتيك انزيمز. البنكرياتيك انزيم هو جوه البنكرياس اكتف ولا ايه؟ انكتف. مين اللي عامل لها انكتيفيشن؟ اللي عامل لها انكتيفيشن هي محوطه برايبوبروتين. انت قطعت فالبروتيوليتيك انزيم الخلايا اللي قتلت بتروح فكلك اللايبوبروتين. فالوقت اللايبيز بقى بيروح واكل البنكرياس والبروتونيوم وبياكل كل حاجه دايجيشن. وويذين نو تايم بطن الشاه بقى بهذا المنظر. بي في اكسيديت. بس المهم ان اللايبيز بيقتل اكتر الفات سيلز. فالفات سيلز بتقتل. وخلينا لما تقتل تكبر ولا تصغر؟ اسيدك ولا الكلاين؟ فيجي الكالسيوم يترسب على الفادي اسيد فتلاقوا فيه حتت شوكي وايت ومات الشاه. والعجيبه ان الجراح خد ال 2 مليون دولار. غلط غلطه ما يغلطهاش نايم مش لابس بابلز. اكمل قصه؟ قصه ما خلصتش. وبعد 20 سنه كتب هذا الجراح كتاب وقال فيه يا جماعه انا ما غلطتش غلطه ما يغلطهاش نايم مش لابس بابلز. انا كنت واخد من السادات 2 مليون دولار عشان اعمل عمليه للشاه، وكنت واخد من الخميني 4 مليون دولار عشان اموته على الترابيزه. شفتوا من الجزمه؟ في سنه 78 حصل على 6 مليون دولار. واستخدم على اكيوت هيموراجيك بنكرياتيتس كاداه للقتل. سو نمبر 1 اول نوع من انواع قتل الفات سيلز انزيماتيك فات نيكروس بتحصل في حالات الاكيوت هيموراجيك بنكرياتيتس. الفات سيلز المقتوله بيبقى عليها تشوكي وايت ديبوزيشن، وانا شرحتها لكم ليه، بس ده مش اسمه ديستروفيك كالسيفيكيشن، لان الفاتي اسيد بتمسك في الكالسيوم، ده بيسموه صابونيفيكيشن. تحت الميكروسكوب كلمه خطا بس مش مهم. ادي بطن الشاه اثناء العمليه، مش الشاه طبعا، مش الصوره بتاعته، مش اثناء يعني. والعيان بيموت within no time. لو جيت بصيت على الخلايا الفات سيلز المقتوله، ادي اللي قدامكم دي فات سيلز مفرقعه، فات جلوبيول. حواليها اكيوت انفلاماتوري سيلز. ينفع يبقى كرونيك؟ الانزيمات الفات كروس بيحصل within second. مكتوب عندكم كرونيك؟ ما ينفعش. ازاي؟ ده حاجه كوميلي فيتد.
فبالتالي ما تصلحهاش، خلوها كده لان هو تحت بيقول لك سي اباف، فدي الحاجه الثانيه هي اللي فيها كرايم. فبيبقى في عندنا نيكروتيك فان سيلز، بيبقى في عندنا مش كرونيك في انفلاماتري سيل، نيوتروفيل وماكروفيج وجاينت سيل، وبنلاقي كمان في كالسيوم بترسب اللي بيبان باللون الازرق. ده اول نوع من الفات نكروزس انزيماتيك. النوع الثاني اسمه تروماتيك فات نكروز، ودي قصه الست اللي ركبت الاتوبيس او القصه. يحكم بقديم الزمان وما زال يحدث وسوف يحدث ان الاتوبيس بيبقى مكان كده زحمه شويه، وبتشترك فيه السيدات مع الرجال والصبيان والشباب والشابات، والزحمه دي ساعات بتبقى بشكل متعمد او غير متعمد. فتخش الست في الزحمه فيجي واحد يزاحمها، وبشكل متعمد او غير متعمد يخبطها في حته في جسمها. وهي اكتر حته فين تيجي في الستات؟ البريست والبطن. فيخبطها فهي تخبط ما تطنش خبطه بسيطه، وبعدين التروما هتروح مخليها الفات سيلز مفرقعه، بس طبعا مش كميه فات سيلز اتنقلت، كميه صغيره. وما الخليه تفضل تكبر ولا تصغر؟ تبقى سيلك ولا كراين؟ فهيجي الكالسيوم برضه يترس. فالست دي بعديها بشهر تخش تستحم، هي ما بتستحمهاش كل شهر. هتحط ايديها على البريست، هتحس ايه؟ ماس. نشفه ولا طريه؟ ليه نشفه؟ زي الحجر. بتوجع ولا ما بتوجعش؟ ما بتوجعش. بعد شهر بالخبر هتروح قلقانه رايحه لدود مالو البلد، هيشوفها ناشفه وما بتوجعش، هيقول لها بريست كارسينوم، وللاسف يقول لها حلال الله اكبر، يشلها البريست بالاجزاء ده، وبعد ما نيجي نقطع نشوف اللي احنا شايفينه فوق ده. يقول لي ايه بقى نوع السرطان اللي عند الست اللي في البريست بتاعها؟ اقول له انا عندي بريست بس ما فيهوش سرطان. يقول لي يا سلام، امال اللي انا شفته ده ايه؟ اقول له تروماتيك فات نكروزس. يقول لي جميل، ده بالسرطان؟ اقول له واو. يقول لي ارجع الفرد دي ازاي بعدين؟ اقول له ما كانش ينعز. يا اما ستات اتشال البريست بتاعه وما منطق. انا بس هعلق على الجمله دي، اتروماتيك فات نكروزس بيجيبوها في الاكس كيو، مين بي مستيكن فور بريست تيومر؟ مستيكن دي بعد فوات الاوان يا دكاتره. انت عارف لو انت متربي مع السرطان تربي معاك كده، يعني انت والعيال متربيين مع بعض، كل يوم بتشوف البريست بتاعها وبتشوف التيومر، مش من حقك ان تقول ده سرطان. مين اللي له الحق الاصيل ان يقول ان ده سرطان؟ الباثولوجيست. الكلينيشن مش من حقه، الباثولوجيست. لان الباثولوجيست عنده كل خيوط اللعبه في الحته دي، فما ينفعش تشيل اي حاجه من جسم الانسان الا ببراير بايوبسي. تعرف يعني براير بايوبسي؟ خد عينه وابعتها لي، لو قلت لك تيومر شيل، ما قدرش تيومر انا المسؤول مش انت. فاهم اللي انا بقوله؟ طبعا دلوقتي عشان بس الموضوع ممكن يبقى متكرر كتير وحكايه البايوبسي متعبه، بقى يعملوها بالماموجرام. تعرف يعني ماموجرام؟ الماموجرام دي عباره عن اكس راي عاديه، سوفت اكس راي، بيروحوا جايين. لو انا شاكك في ماس افحص البريست واروح مصور اكس راي، لو لقيت فيها الكالسيوم ديبوزيشن على شكل ماس اقول له الحق ده مش تيومر، ده تروماتيك فات نكروز. نعمل ايه؟ ما نعملش حاجه، هي بتخف لوحدها. بعد فتره الكالسيوم بيقل بيقل وبيظهر في الحجم. مفهوم اللي قلته؟ This is fat necrosis. الشكوك سرح بقى بيضه وسلقناها بسرعه، بيضه وفقشناها. المساعد الكواجلت الفانكشن افري وير اكسبت. امال الاكوفاكت سي ان اس وباست انسايد اكسس. امال بيضه وسبناها تعفن وتمشي جانجلس اما يحصل بيتريفاكشن. امال البيضه وحطينا عليها جبنه كيزيس. والمثال تيبركلوزس. امال بيضه وحطينا عليها زبده فات. في كام نوع؟ الانزيماتيك بيحصل في حاجه اسمها اكيوت هيموراجيك بانكرياتيتس، والتروماتيك بيحصل في حاله تروما تو ايفاتي ايه. مفهوم؟ الاثنين تحت الميكروسكوب مش نفس الشكل، بيفرقوا في حاجه واحده. في الانزيماتيك بتشوف اكيوت انفلاماتوري سيلز، اما في التروماتيك فبنشوف كرونيك انفلاماتوري سيلز. ايه كمان؟ اخر نوع، وفي علماء بيعملوا
حاجه اسمها فايبرينويد نيكروز، بيضه وحطينا عليها بسطرمه. What is this؟ الفايبرينويد نيكروزس يشوفه من شكل الميكروسكوب اكتر، قال اللي قدامك ده بلاد فيسل، وادي ده الوول بتاعه. الوول بتاعه بقى تخين واحمر. الفايبرينويد نيكروزس هو بيحصل بيأفكت الكولاجين فايبر، في ناس قال لك الماسل فايبر الاسموس. بيحصل في حالات الاوتو اميون ديزيزز، تعرف الاوتو اميون ديزيزز؟ زي الروماتويد ارثرايتس، زي الروماتيك فيفر، زي السيستميك لوبس اريثروماتوزس. في كل الامراض دي بيبقى في انتي بودي بيضرب الكولاجين ويضرب الاسموس ماسل. فما بتتضرب الكولاجين والاسموس ماسل بتتخن ولا بترفع؟ بتتخن وتبان لونها احمر، تشبه الفايبر، فهم سموه فايبرينويد نيكروز. ولكن في ناس حضراتكم بيعترضوا عليه اساسا، يقول لك ده مش نيكروز، ده مش نيكروز، وانا من المعترضين عليه. لان حضرتك ايه تعريف النيكروز؟ This of a group of cells. هل الكولاجين فايبر ار سيلز؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فهو ليس نيكروزس، ذيس از misnomer. والوقت ما بقوش يسموه فايبرنويد نيكروزس، بعد دقيقه واحده انا هقوله لك، بقوا يسموه اكسترا سيلر هاينوزس. الاسم الحديث للفايبرنويد هو اكسترا سيلر هاينوزس وليس فايبرنويد نيكروزس. لو عاوز تمشي على فايبرنويد ما تقولش حاجه اسمها اكسترا سيلر هاينوزس، لان هو مش نيكروزس، لان النيكروزس بيأفكت السيلز. واضح اللي انا بقوله؟ كده خلص اول نوع من الريفرسبل سيل تشينجز اللي هو النيكروزس، وهو قتل الخلايا. شايفين الغول هنا عامل ازاي؟ الكولاجين اللي موجود عباره عن ثيك شور فيبرين تشبه الفايبر، فراح مسمينها فايبرينويد، لان الكولاجين اتحول لحاجه تشبه الفايبر. اللي بعده كاتيجري بي الابوبتوزس وليس ابوبتوزس. في ناس بتنطقها على فكره ابوبتوزس، يعني الامريكان بيقولوا عليه ابوبتوزس، ولكن ده مش الصح. لان انتوا لما جيتوا حضراتكم خدتوا هورنر سندروم، خدتوه؟ كنتوا بتقولوا في الايلاند بيحصل ابوبتوزس ولا بتقولوا توزس؟ يعني ايه كلمه توزس؟ دروبينج اوف. التوزس هو التساقط، اللي ما يعرفش ان الابوبتوزس هو مبدا التساقط، وهو مبدا الديانه الهندوسيه البوذيه. كل ديانه لها مبدا، فما مبدا الديانه الاسلاميه؟ يا نهار ما هو مبدا الديانه الاسلاميه؟ التوحيد. التوحيد مبنيه على التوحيد، هناك رب واحد. اما مبدا البوذيه فهو التساقط، لأن البوذيين بيعتقدوا أن الإله هي الطبيعة الأم متمثلة في شجرة اسمها شجرة الأربور فايتي، وكل كائن حي عبارة عن ورقة في هذه الشجرة. فلو كان في حياته بيعمل عمل حلو ومحترم للناس، فعند موته هتقع الورقة ويطلع ورقة جديدة في مكان أعلى، فيبعث إله ملك حاجة حلوة. أما لو كان هذا الإنسان ابن كلب وسفل وقليل الأدب، فبعد موته سوف يسقط الورق ويبعث في مكان أدنى، فيبعث جزمة كلب. فاهمين حاجة؟ هذا هو مبدأ البوذية اللي هم عملوا عليها فيلم أفاتار. أفاتار ده بيبشر البوذية. عارفين البتاع ده اللي عليه بوتيولو بتاع ده والشجرة اللي ماشي مش مهم. وكان معظم علماء البوذيين كانوا متشددين جدا على فكره في ديانتهم، وكانوا بيستشهدوا على العلم بصدق الديانه. فاول واحد شاف الخلايا ما بتنتحر وتتساقط قال لك ده اصدق دليل على صدق ديانتي، وراح بيسمي هذه البروسيس ابوتوزس التساقط. وده مبدا الاندوس. قال لك طب ما خلاص مش عاوزين نسمي التسميات دينيه، قال لك طب نسميها ايه؟ قال لك مش لاقيين اسم، خليها ابوتوس. الابوتوسس هي مبدا الاندوس، ذيس ليترال. ولكن الابوتوسس هي عكس النيكروزس تماما. الابوتوسس
باي جريك باللاتين الابودوزس هو دروبينج اوف التصاقم، ولكن الابودوزس هو انذر فورم اوف سيل ديث، نوع ثاني من موت الخلايا وليس القتل، لان قتل الخلايا ايه؟ نيكروز. That affects single cell or fewer cells. امال النيكروزس جروب اوف سيلز، حد فاهم حاجه؟ تاني اختلاف، هذا النوع seem to be programmed. يعني ايه programmed؟ يعني بيحصل بخطوات محدده، كان الواحد بينتحر، كل انسان بينتحر بطريقه. يعني الجزار عاوز ينتحر بيعمل ايه؟ بيذبح نفسه. رقاصه عاوزه تنتحر بتشرب خمره وبربيتورين، اكل عيشها فاحنا القصه دايما. فمن حد الفلاح لما بينتحر بيرمي نفسه في الدارع عشان بيبقى عندهم بالله بيضرب نفسه بالفاس ازاي؟ اليابانيين لما ينتحروا بينتحروا كيميكاز بالسيف، لان هم اكتر ما بيتبعوا كيميكازي، مش كده؟ بلاش تحرك ايدك في الجراحه، بتوع الجراحه بينفخوك بالحركات دي. يجي يقول لك تعرف يا عميد لما مسكته؟ تقول له اه. بيجي على المكبر بيقول له فتحي. ايه؟ ايه؟ ايه دي؟ بلاش تتخيل حاجه مش موجوده. اما تيجي تتكلموا بتوع الجراحه والكلام ده اوصف له العد اللي في دماغك وانت عامل كده. الكاس ده حبيبي روح ماسك السيف كده بيديه الاثنين على الاثنين دخل في نفسه. لك انت عملت لي كده هيعمل كده ازاي؟ مش فاهم. الابوتوزس هو باي جريك ليترال دروبينج اوف، ولكن هو انذر فورم اوف سيل ديث سيم تو بي بروجرام، يعني كل خليه لها طريق. هذا الابوتوزس او الاختلاف عن الكروز اللي هو افكت سنجل او فيو سيلز، ان هو بروجرام، ان هو مش لازم يبقى ديو تو او كوز باي ان هيريتد، ده ممكن خلايا تنتحر لوحديها من غير هيريتد او دومايل هيريتد نوت سفيشنت تو كوز نيكروزس. مش نيكروز لازم الهيريتد يبقى ايثر عشان يقتلها، لا ده ممكن هي تنتحر بالغلاسه. حضراتكم اهم جمله واهم حاجه واللي احنا عشانها بنديكم الابوتوس، انا تحت الميكروسكوب اقدر افرق ازاي بين الخليه المقتوله والخليه المنتحره؟ في تغيرات عضليه ولكن من غير ما ابص على الخليه. بروح باصص حضراتكم حوالين الخليه المقتوله والمنتحره. تتوقع مين اللي الاقي حواليها انفلامات الرياكشن؟ المقتوله ام المنتحره؟ المقتوله. لكن المنتحره مش حواليها انفلامات الرياكشن. حد يعرف؟ لان المقتوله بتفرقع ويطلع منها كيميكال ميديتور اللي بيجيب انفلامات ريسيلز. اما المنتحره ما بيطلعش منها سنجل كيميكال ميديت، لان حضرتك المنتحره دي بتشرينك بتصغر وتقعد تقطع حتت محتفظه بالسيتوبلازم الكونتنت بتاعتها. طبعا الناس بيحبوا يفسروها فلسفيا. لو في الوقت في هذا المدرج في يوم واحد داخل دخلوا عليه ناس مجرمه وقتلوه، المدرج اللي جنبينا واحد شنق نفسه فاتصلنا بالبوليس الانفلامات ريسيرفس، هيبقى حضرتك كميه البوليس اكتر او موجود حوالين المقتول ام المنتحر؟ ايه المقتول؟ في قاتل فلازم يحاولوا ان هم يوقفوه، اما المنتحر كلبه راح. فاهمين اللي انا بقوله؟ الابوتوزس، الابوتوزس هو باي جريك دروبينج اوف، ولكن هو انذر فورم اوف سيل ديث ذات افكت سنجل، ده اول شهر فرد or few cells seem to be programmed، عشان كده الناس كانوا بيسموه زمان سيل سوسايد، انتحار الخليه. ممكن يبقى فيسيولوجيكال او باثولوجيكال، فيسيولوجيكال يعني من غير سبب، من غير ايريتد، باثولوجيكال بمايلد ليثال ايريتد، لا يكفي يعمل نيكروس. Not accompanied by inflammation او repair، لان اللي هيبقى مسؤول عن inflammation والريبير والديستروفيك كالسيفيكيشن الكيميكال ميديا. ازاي بيحصل المورفولوجي؟ طبعا ما ينفعش اقول لك ابوتوزس جروسلي ومش نيكروزس، كنا حضراتكم بنشوفه بعينينا، مش انا وريتكم البريس بتاع الست، ينفع يبقى فيه جروس بيكتشر اوف ابوتوزس؟ ليه؟ لانه بيأفكت السيل او فيوب سيلز، كلها دورها بعينينا.
حضراتكم هوريكم فيديو ده دياجرام جيمليش بي. قال لي دي الخليه عاوزينها تنتحر. المهم الابودوزس ادي قدامكم خليه تيومر سيل عاوزينها تنتحر، فهنجيب لها حاجه اسمها تي ليمفوسايت. ادي دي التي ليمفوسايت، ادي دي الابوبتوتيك سيل بدات تغلس عليه. بصوا كده الخليه المنتحر بتكبر ولا بتصغر؟ بتصغر. وبعد ما تظهر النيوكلس بتاعتها تكوندنس، وبعد كده النيوكلس تفراجمنت وتاخد حته من النيوكلس وحته من السيتوبلازم وحته من السيل ميمبرين، ويسموها الابوبت الحقيقه دي ابوبتوتيك كلابس، وتقع وتيجي الخلايا اللي جنبيها والهيستيوسايت تاكلها. هل حصل ريليس اوف كيميكال ميديتور؟ لو جينا نبص عندما تقتل الخليه تكبر ولا تصغر؟ تقتل تكبر، لكن عندما تنتحر تصغر. هل اما شفتوا معايا في هذا الفيديو الخليه المنتحره، هل هذه الخليه المنتحره بيطلع منها كيميكال ميديتور؟ So there is an exciting inflammatory action. So هل هيتباعها ريبير؟ هيحصل استرافيك كالسيفيكيشن؟ نو. هو الراجل لما شاف هذه الصوره الخلايا بتصعد قال لك ده اصدق دليل على سكودينتي. على مستوى الخليه، الخليه اهي بتتصاقب زي ما ورق الشجر الارض والبايتي بيتصاقب. هي بس تعليم ملوش علاقه بالطب او المحاضره. لا تدليل على الدين بالعلم ولا تدليل على العلم بالدين. اكتر ناس عملوا الكلام ده كانوا البوذيين والهندوس. ده طالع لي ناس جديده دلوقتي في المقطر الاعجاز العلمي في القران. ده بيعيدوا عمل الهندوس. العلم متغير والدين ثابت. حد فاهم حاجه؟ انت ممكن دلوقتي تطلع وتتحمل وتمسح العرق بتاعتك وتطلع تقول لي عن حاجه يجي بعد شويه تطلع غلط. فانت كده ما فتش دينك. فانت مش عاوز تقول الكلمه يعني. فاهمين اللي انا بقوله؟ ما فتوش. فما فيش حاجه اسمها كده. الاصل في العلم التغير، والاصل في الدين الثبات. واحنا بنؤمن بديننا لان ده معتقدنا. مش عشان ديننا هو الصح. مفهوم اللي بقوله؟ لان احنا نعتقد ان احنا الصح. فلوس صغيرين. في منكم ناس مندفع. بيعتقد ان ده نوع من انواع العلم والابار، نوع من انواع الهبل والعبط. مثال بسيط، كان في احد الشيوخ زمان اما طلع واحد مجنون اسمه داروين بنظريه النشوء والارتقاء، راح كاتب كتاب وقال لك القران هو اصدق الاديان واصدق الكتب، واتكلم عن نشوء الارتقاء، وخد الايه اللي بيقول لتركبن طبقا عن طبق، فلك هذه الاقوار، وسقطت نظريه داروين. يبقى القران غلط. فمين انا بقوله؟ فالابوتوزس لا تدليل على العلم بالدين ولا تدليل على الدين بالعلم. ما ينفعش. لان ده معتقد وده متقدم. مش مهم. لقاء اليوم الثلاثاء ان شاء الله. الاكزامبل بقى ودي اهم حاجه في الابوتوزس، هل الابوتوزس فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ لان ممكن يحصل فيسيولوجيكال يعني من غير ايريدنت، وممكن يحصل باثولوجيكال من مايلد نون ليثال ايريدنت. حضرتك فيسيولوجيكال اديني اكزامبل، اشهر اكزامبل على فيسيولوجيكال ابوتوزس حاجه يا دكاتره اسمها ديورين امبريوجينيسيس. تعرف يعني ايه امبريوجينيسيس؟ اثناء التكوين. اثناء تكويننا واحنا جبناه. معلش يا دكتور بس ممكن نقفل بقى؟ احسن اي واحد بعربيه بتلبس يخش تاني تبقى مصيبه. مجاني؟ ديورين امبريوجينيسيس يعني ايه امبريوجينيسيس؟ تعرفوا كلكم لحد الشهر الثالث واحنا نيوترو كان في ممبرين ملزق صوابع ايدينا ببعض. ده كان يسموه انترديجيتال ميمبرين، انترديجيتال ميمبرين. كنا عاملين زي البطل، شفتوا رجل البطل؟ ولكن في الاسبوع الثالث بالظبط كل هذه الخلايا اندر وينت ابوتوزس. فعشان كده لو ما حصلتش كنا اتولدنا عندنا سندكتري، اتصال في الاصابع. ده فيسيولوجي. فاهمين حاجه؟ يعني حاجه في ايدينا. المثال الثاني وده مشكله فيسيولوجي. انتوا عارفين ان اي فيميل لما بتبلغ بتطلع بيضه واحده ما
بالاوفري كل شهر ممكن اتنين من البيضين، والبيضه بتقعد مستنيه لو جيليش على يوم ال 14 يجي لها سبام، خد البيضه طلعت وقعدت مستنيه يومين السبام ما جاش. فحضرتك الاندوميتريم البيضه نزلت والجريفيان فوليكل ماتت، مش ماتت، حوالي كوربس لوتيام على 14 يوم. فحضرتك مجرد الكوربس لوتيام مات مفيش هرمون بيروح واقع الاندوميتريم فيحصل الاستويشن. هل الاندوميتريم الاندوميتريال سيلز ار نيكروتيك سيلز اور ابوبتوتيك سيلز؟ نيكروتيك خلايا مقتوله ام خلايا منتحره؟ مقتوله ام منتحره؟ انتوا عاوزين تقولوا ايه؟ منتحره. عشان اقول يعني انا بدي ادي اكزامبل فوتوزيس فانا زي ما انا قلت لكم مقتول. انت عاوز ايه؟ اللي يقول منتحرة يرفع ايده، اللي يقول مقتولة يرفع ايده. جميل. أرد بقى على الناس بتوع المقتولة دول اللي هم اللي غلط. لو هي مقتولة يا دكتور مش كان لازم دي اكسايت انفلاماتوري رياكشن؟ يعني الست كان الدم الدورة بتاعها ينزل معاه صديق، هل بينزل معاه صديق؟ سو هي منتحرة. فهمت حاجة يا دكتور؟ كان الست لما يجي لها دورة يبقى عندها بالظبط زي ما عندها السيليريتس. عرفتوا بقى هي ايه مقتولة؟ بتوع هيستولوجي كان بيقولوا لكم نيكروتيك، بس كان بيقولوها على سبيل يعني مش استخدام اللفظ ان هي خلايا ميتة، ولكن هي منتحرة وليست مقتولة. نقص الهرمونز هو نار ليثر، مش قادر ان ده حاجة نورمال بيخليها تمشي في السكة دي. سو الاكزامبل على الفيسيولوجيكال ابوتوزيس ديورينج امبريوجينيسيس في الهرمون الامبريوشن اوف تيشو زي المنستريشن. حضراتكم هرمون الامبريوشن مش لازم منستريشن، اي واحده في الميل لو عجوزه تلاقوا البريست بتاعها والجينيتاليا بيصغروا في الحجم، هل الخلايا بتاع البريست بتقتل؟ بتنتحر لان الهرمون قلت. فاهمين اللي انا بقوله؟ الاحتمال الفسيولوجيكال التالت وين ذا سيل اتشيف اتس بيربس. حضرتك لو طلعت ديفت كانت بكتيريا او ما كانتش، حضرتك اللي طلعت لازم تنتحر. لو ما لقيتش بكتيريا ليه تنتحر؟ عشان ما تهاجمناش. الابوتوزس بيحصل في النيتروفيل او في الخليه او الاتشيف سبيرمز. نمبر فور عشان اللايف سبان التيرن اوفر، ربنا خلق خلايا باسمنا لها عمر محدد. فور اكزامبل زي خلايا الميكوزا في الكولون 120 يوم، حضرتك بعد 120 يوم لازم تنتحر عشان يطلع خلايا جديده تعرف تقوم بالفانكشن بتاعتها. سو الاكزامبل اوف فيسيولوجيكال ابوتوزس، واحد ده مهم ديورنج امبريوجينيسيس هرمونال امبريوشن اوف تيشو زي المنستريشن وين ذا سيل اتشيف اتس بيربس عشان النورمال سيل تيرن اوفر. لكن ممكن يحصل باثولوجيكال، يعني ايه باثولوجيكال؟ بسبب ليثر نون ليثر انجوريس ايجنت، بسبب ايجنت. اديني اكزامبل بيحصل يا دكاتره في التيومر سيلز لما بتتعرض للمايلد راديشن او مايلد هيت. ما دي فكره العلاج بالاشعاع. فكره العلاج بالاشعاع ان حضرتك تعرض التيشو او التيومر لحاجه مش ليثر. طب ما تعرضه ليثر محل، ما هيتموت بقيه الانسان كله. لو عرضت التيومر لحاجه نار ليثر انت بتجبر هذه التيومر سيلز على الانتحار. الفيرال هيباتيتس، فيرال هيباتيتس ايه؟ ده حضرتك مش بيموت خلايا الكبد، بيجبرها على الانتحار، وساعتها اسمها كونسل مان بوتل. في حضراتكم في بقيه الفيروسات الكبد برضه بتخلي الخلايا تنتحر. الناتشرال كيلر سيل بتشتغل على التيومر سيلز وتخليها تنتحر. كل ده الباثولوجيكال ستيت. كده انا خلصت الريفرسبل سيل انجري اللي هو كان القتل والانتحار. النكروزس ولا ابوتوزس. مين فيهم؟ لا كمل وسهل. مين فيهم باثولوجيكال اونلي؟ مين بوث؟ مين اسوشيتد انفلاماتوري رياكشن؟ مين نوت اسوشيتد؟ مين فولد باي ريبير؟ مين نوت فولد باي ريبير؟ مين ممكن يحصل فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن؟ مين ممكن ما يحصلش؟ مين اللي اتشاف بالعين؟ فبالتالي هو ست انواع. لكن
تيشو استوسايد. هي موجودة. مش في حاجة اسمها تيشو استوسايد. مش محتاجة تنجذب يا دكتورة. لأن هي موجودة. أمال التيشو استوسايد اللي النتيجة بتاعتها بتعمل إيه؟ على أوستيوكلاست. على أوستيوكلاست. مش هي بتعمل لنا التيرن أوفر في البون؟ بتاكل البون؟ هل البون اللي موجود عندنا بيكذبها؟ هي شغلتها كده. وهكذا الماكروفيج، الماكروفيج اللي هي الصبغه هنا هي التيشو استوسايد. دي مش محتاجه كيميكال جديد يا دكتور، لان مش انفلاميشن. هناخد بقى الانترا سيلر والاكسترا سيلر ديبوزيشن. هناخد شويه حاجات كده مهمين النهارده ونكمل النوبه الجايه. كل سنه طيبين، بكره اجازه وما عندناش محاضرات. حاجه حلوه يعني. انا ما اعرفش بكره اجازه مش اجازه؟ ما اعرفش. الانترا سيلر والاكسترا سيلر، كل الانترا سيلر اللي هناخدهم كاتيجري بي بعد واحده كاتيجري ايه. اول حاجه ممكن تتحول جوه الخليه المولدر، بس دي خدناها. لان لو تحوشت ميه كميه ميه صغيره جوه الخليه دي بنسموه كلاود. لو كميه اكبر هيدروبيك او مايكرو، مش خدناها قبل كده؟ فمش هنعدى عليها. نمره اتنين، ممكن يتحوش فات. تحويش الفات بيعتمد على نوع الفات اللي اتحوش ونوع الخليه اللي اتحوش فيها. فأول نوع خداه كان اسمه ستياتوزس فاتي تشينج، سمعتوا عنه؟ كان ايه نوع الفات؟ ليميت اللي هو نيوترال فات. كان ايه نوع الخلايا؟ بارينكيميتس اكتف سيل. يبقى المرض اسمه ستياتوزس او التشينج. لان في حاجه هناخدها اسمها اندروسكليروزس، سمعت عن اندروسكليروزس؟ ايه نوع الفات؟ كوليستيرو. ايه نوع الخلايا؟ سب اندوثيليال سيلز. سب اندوثيليال سيلز هنشوفها في السيستميك. في حاجة كمان على الوزن اسمها زنسوما، سمعتوا عن زنسوما؟ كلمة دانس يعني أصفر، أوما بناين تيوب، ولكن الزنسوما ليست بناين تيوب. لو حد فيه له جد أو جدة بيض هيلاحظ إن هو عند جفنهم كده في بطش مرفوعة صفرة، لأن دول بيبقى عندهم الكوليسترول عالي. فبتيجي الماكروفيج تاكله وتحطه في الجلد. فزمان فكروا ان ده تيومر، اوعى تنسوا هوس المورفولوجيست من تيومر. معظم الامراض زمان كانوا بيتخيلوا ان هي تيومر. والدليل الجرانيولوما بيناير ولا بيناير تيومر؟ مش تيومر اساسا، ولكن لما شافوا الجلجيعه كده فيها ماكروفيج جرانيولوسايت قال ان جرانيولوما التيومر اللي طالع من جرانيولوسايت. فبالتالي الدنسوما ليست تيومر، وانما نوع من انواع الانتراسيلر ديبوزيشن اوف فات الكوليسترول. بتيجي الماكروفيج بتاكله وتخلي في الجلد. في حاجات خدوها زمان، حاجه اسمها الجوشر، اسمها الجوشر. الجوشر ده نوع من انواع الليبيد ستورج ديزيز. الجوشر نوع الفات جلوكو سيريبروزايتس. بيترسب فين؟ بيترسب في الفاجوسيتك سيلز. لان الايمان بيك حاجه بيسموها الاسفنجومايل. بيترسب فين؟ في الفاجوسيتك والبارينكيمتس. في اليو اس ام ال كانوا بيجيبوا السؤال ده. احنا عندنا في مصر ولا في جوشر ولا في ايمان بيك؟ لان مفيش يهود. الامراض دي مشهوره في اليهود لانهم كلوز كوميونتي، بيتجوزوا من بعض وما يتجوزوش من حد تاني. حضراتكم الجشر والايمان بيك اوتوزوما ريسيسيف، فعشان يظهر المرض لازم يبقوا الاثنين حاملين. فاهمين اللي انا بقوله ده ولا لا؟ المهم فكان في اليو اس ام ال جاب لك السؤال ده، بيقول لك مين افضل؟ الجشر ولا الايمان بيك؟ الايمان بيك اكتر 1000 مره، اشمعنى؟ الجشر يترسب في الماكروفيج فيعز الخلايا النشطه بالضغط عليها بس. لكن الايمان بيك بيضغط على بيترسب في الاثنين فبيبوظهم من الاول. واخطر شيء هو الايمان بيك. في من الحاجات اللي ممكن تزيد جوه الخليه الميوسين، اكتبوا عليها كاتيجري بي. لان زياده الميوسين جوه ايبيثيليال سيل ده بيسموه ميوكويد تشينج. بيسموه ايه؟ ميوكويد تشينج او ميوكويد ديجنريشن. يعني ايه الميوكويد تشينج او الميوكويد ديجنريشن؟ هو انتراسيلر اكيوميليشن اوف ميوسين. مين السيلز؟ ايبيثيليال سيلز. حضراتكم التيشو النسيج اللي هو هيبقى فيه ميوكويد تشينج، تعتقد ان هذا النسيج هيبقى لونه زي ميوكس كونسيستنسي سوفت. الامثله حضراتكم خدتوها بعضها. احسن مثال على ميوكويد ديجنريشن نسيج ميوسين جوه خليه، نوع من انواع الانفلاميشن نوت سيبيوراتيف اسمه كاتارا. تعرف كاتارا؟ الالتهاب المربوري. ما هو كاتارا يعني ميوسين.
يعني حضرتك لما بيجي لك انفلونزا مش بتغذي الميوكس؟ جيب لي الميوكس ده. جيب لي. لان الخلايا بتتاذي بالفيروس فبيبدا هي قادره على افراز الميوسين، في الاول بتحاول تخفف تفرز ميوسين، بعد شويه بتموت وتحول كلها لميوسين. ده اسمه ميوكويد ديجنريشن، بيترسم جواها الميوسين. خلي بالك الميوكويد تشينج او ديجنريشن الميوكس بيتحول جوه الخلايا. فيبوش الميوكس ات وان سايد، يدينا برضه منظر سيك ترين. خدت سيك ترين قبل كده فين؟ في الاستياتوزس. ايه كمان؟ ممكن عندنا كمان يا دكاتره الاورام اللي بتطلع ميوكس. اورام سرطانيه زي السيك ترين كارسينوما زي الميوكويد كارسينوما واورام حميده زي السيستا دينوما او ديوبري. معناهم ايه؟ ده مواضيع انا كنت بخصها. بس ان بي بيجيبوها كل سنه في الانسكيو. زيادة الميوسين جوه الإبيثيليال سيل يسموه ميوكويد ديجنريشن، ميوكويد تشينج. لكن زيادة الميوسين بره الخلية يعني في الماتريكس هنقوله بعدين بيسموه ميكزوميدس تشينج. في فرق بين كلمة ميوكويد وميكزومس. الميوكويد ميوسين جوه الإبيثيليال سيل زاد، الميكزوميدس ميوسين بره ابيثيليال سيل يعني في الميزنكايمال سيل زاد، لان النسيج هيبقى ميكزويد. تعرف الميكزويد؟ كل جسمنا اثناء بعد الولاده مباشره كان ميكزويد، عشان كده تيجي تمسك عيل ما تعرفش تمسكه من جسم، تمسكه من رجليه. تعرف المعلومه دي ولا لا؟ ما خدتوش الورد الجيلي اللي في الامريكا كوب؟ احنا اول ما اتولدنا كان كل جسمنا الكونكتيف تيشو كان ميكزويد زي المقلبيه. عشان كده كانوا بيعلمونا في النساء لما نيجي نمسك العيل بعد الولاده لازم نعلقه برجله. فمين اللي انا بقوله ده؟ كنت يحكم في قديم الزمن. كنت في خمسه وخلصت النساء وقررت ان انا اولد ولاده طبيعيه. قررت ساعتها اللي نايمه. نايمه يعني طبيب مقيم. كانت شاطره ومحترمه جدا. قلت لها لو سمحت انا عاوز اولد طبيعي. قالت لي روح ذاكر وانا خليك تولد. قلت لها ذاكر. قالت لي اسالك. فسالتني يعني ابهرتها بسمع يعني اه طبعا حضرتك الولاد ريفلكشن ريفلكشن وسيركليتيز وفي البرزنتيشن وفي البوزيشن وفي الاتيتيود وفي اللاين وقعدت اقول لها كلام والتكنيك اسمع يا معلم الولاد انبهرت قالت لي خش وقعد لبست الجاب بيقعدوا ست في الايسوبن بوزيشن واحنا بنقعد على الستول الستول ده كورس صغير مش على البراز مستوى عنينا مستوى عنينا على مستوى الفاجينا الراس بتبدا تطلع وانت بتحاول تزق البرينيوم شغلتك كلها انك تزق ما تخليهاش تطلع تدوس على البرينيوم عشان ما يحصلش برينيوم تير وطول ما انت عمال تولدها احزاق يا مدام تطلع بره كلها بير داون يعني احزاق يا مدام برضه ولحد ما الراس طلعت وبدات اعمل مانيبيليشن وفجاه الكتاب بيقول لك كده بعد كده الواد بيتزحلق بتروح متسحلقه على ايديك الشمال لو انت رايت هاندل وتروح ماسكه منين؟ طبعا بيبقى في تحتيها جردل لان الست والراس طالعه وتضغط على الفاجينا وعلى الـ على الرينال بلادر والريكتم فبتعمل براز وميه غصب عنها. عندنا احنا بس بره بيعملوا لها انما وبيعملوا لها اصلا عشان كده احنا بنلبس نجيب جردل ونلبس الحاجه على فعملت ايه الكلام ده كله؟ وسحلقت بتاع اول ما شفت العيل جالي نوع من انواع الهبل قال لي الله ونسيت كل اللي انا عارفه ورحت قفشه كده من تحت رجلي ابن حبيبي حاسس كبير جرب يمسك جيلي لان كونكت تيشو ميكزوميدس ميكزويد رحت ماسكه من تحت بطنه طبعا بمسك جيلي الواد نزل فين؟ بتاع منظري بقى عره قدام العيال كلهم وذين نو تايم رحت دابب ايديا في الجردل ورحت ماسك الواد بيطلع معايا اروح ساحبه على وش الجردل يا دوب بس اوريهم لهم بالبراز وروح نزل عملت الحركه دي وذين وان مينت بتاع كام مره؟ سبع ثمان مرات لحد ما جت حكيم بكل شياكه وماسكه كوانت وايديها الشمال وراحت من الواد من الجردل تقول ايه مسك كده طبعا الواد ده يعني اتروق
طول الوقت ان هو سنه ثالثه وعنده مشاكل عقليه. المهم بس دي الميكسويد، يعني فاهمين اللي انا بقوله؟ زياده البي سي هو ابيثيريال سيلز كوم نسيت كنت مركزين في الوالد. زياده البي سي هو ابيثيريال سيلز دي كوي، لكن زياده البي سي بره الابيثيريال الميزنكايمال سيلز كوم ميكسوكس. خلي بالك عشان ام اس كيو دي كوي ميكسوكس. النوع الثاني من الحاجات اللي بتسيب جوه الخليه، لا دي كاتيجري ايه؟ دي مهمه. حاجه اسمها البروتين، لان زياده البروتين جوه الخليه احنا بنسميه هايلايت تشينج، او بنسميه هايلايتنوزس، بنسميه كلمه هايلايت ليترالي يعني هوموجينس ريتراكتايل بينك. اي حاجه لميعه حمراء هوموجينس ميه واحده بنسميها هايلايت. ولكن احنا بنستخدم هذا التيرم على مستوى الخلية سيلر او اكسترا سيلر تدينوت تحت الميكروسكوب ان احنا شايفين حاجة حمراء هوموجينس بينك ريفراكتايل. يعني هل الهيلوزس ينفع يبقى عندكم جار وابص في هذا الجار اقول لكم والله الفيش ده شو هيلوزس؟ ابقى عبيط؟ ابقى عبيط؟ وما اكثركم بتعملوها في الامتحان؟ اه والله يبقى دي لا شايف الهيدروتا دي هيلوزس. ليه يا اخويا؟ انت بتشوف هيلوزس يعني؟ الهيروس لا يرى الا بالميكروسكوب وما تكون مسبوق بصمد الاتش ان دي. زي ما واحد كده يمسك حته فات يقول انا شايف سكه درين. ينفع تبقى ماسك حته فات انا شايف سكه درين؟ هي اسمها بس سكه درين. لان عشان تبقى فيها سكه درين لازم تحضرها فالفات يدوب اتسترا اتسترا. واللي بقوله الهيالينوزس هو تشينج سيلر او اكسترا سيلر تو دينوت هوموجينس بينك ريفراكتايل بينك ماتيريال. This hyalinosis is a microscopic change. No, no, no gross change. يعني أنا ما أعرفش أعرفوش بعناية أبدا. الهيالينوزس يا دكاترة نوعين. هما زمان كانوا متخيلين في بروتين يزيد جوه الخلية أو بروتين يزيد بره الخلية. البروتين يزيد جوه الخلية؟ بره الخلية مش بروتين بيزيد ولا حاجة. It's alteration زي ما هنشوف. ناخد إكزامبل عشان نفهم. أشهر إكزامبل السيلر هيالينوزس انترا سيلر يعني خليه الاحمر السيتوبلازم الاحمر. الصوره اللي قدامكم دي اللي هي تحت، حد شايف الخليه دي؟ ما بقاش فيها نيوكليس وبقى لونها احمر. ايه دي؟ دي اسمها رش البط. اسمها ايه؟ رش البط. ايه رش البط دي؟ رش دي عالمه يهوديه اسمها رش. رش نيوكليس بلاك راسل. راسل راسل يعني راسل اللي انت عارفه. حضراتكم في مرض انديميك ان ايجيبت، تعرفوا ايه انديميك؟ متواطن. المرض ده بسببه نابليون كسر مناخير ابو الهول. يحكى في قديم الزمان ان كان في واحد ازعج بيخاف من فران اسمه نابليون، سمعتوا عنه؟ نزل مصر فشاف ابو الهول، تعرفوا ابو الهول؟ سفنكس مناخيره مكسوره، شفتوها دي؟ لما نزل مصر نابليون كان متاثر بالحضاره العربيه، كان المستشرق العرب فقط عندهم المناخير دليل على شيء. كنايه عن شيء. دليل على الشمخه والعزه والاباء والانفه رد على فكر اوروبا. والدليل ان العرب القديم عندما يقابل العرب القديم كان ويتمكن منه ليقتله كان يروح جاد عنفه، يجد عنفه يعني يعلم على مناخيره فيتورى العرب القديم من الخزي والعار حتى يموت. لحد النهارده بنت تتخانق مع بنت تقول لها والله انا اجيب مناخيرها. مش معنى اجيب مناخيرها، بجيب صباع، بجيب مفتاح. ولكن العرب هل كانوا فراعنه؟ لا. فراعنه حاجه والعرب حاجه. من العدو التقليدي للفراعنه؟ العرب، الاكسوس، الاكسوس هم العرب. اتلم من ده. المهم فحضراتكم اما نزل نابليون ولقى مناخيره وهول كبيره قال لك ده بيتمنظروا علينا ولاد الجزمه. فضرب المدفعيه بتاعته تكسر مناخيره بالهول بيكسر الاباء والشمخه والعزه. وده دليل ان هو كان حمار. لان الفراعنه ما عندهمش المناخير دليل على اي شيء خالص. المناخير عباره عن فتحه بتنزل بره. ولكن ابو الهول ده فرعون. وكلمه فرعون مش معناها ان هو فرعون يعني اله. فرعون يعني بيت الرئاسه او مكان الرئاسه. فحضراتكم
وكان مصري. فرعون مصري. واللي عايش في مصر اكتر من 40 يوم مناخيره دبل. زي بنفسي وكده امريكي وعلى طول. لان حضراتكم ايه؟ في بكتيريا عندنا هنا اسمها كليبسيلا راينس كروماس. هذه الكليبسيلا بتعمل جرانيلوما، تاخد جرانيلوما. فبتكبر المناخير. لان هذه البكتيريا بتيجي الماكروفيج عشان تموتها ما تقدرش. وتيجي البلازما سيل تطلع ضدها انتي بودي تتعب. فبالتالي المرض بيبقى مزمن. تعال بقى للبلازما سيل. البلازما سيل هتطلع الهيموجلوبين، مش الهيموجلوبين دي بروتين؟ هل البكتيريا بتموت؟ فالبلازما سيل تطلع الهيموجلوبين ما بتعرفش تطلعها على البكتيريا فتتحوش جواها. كده زاد بروتين ولا ما زادش؟ البروتين زاد جوه الخليه ولا براها؟ من هي الخليه؟ البلازما. من هو البروتين؟ الهيموجلوبين. فساعتها البروتين توكسيك بتموت النيوكليس وتتحول البلازما سيل انتو اني نيوكليوتيد سينوفيليك بوك. شايفينه ده؟ This is called رش البوك. وتحيه لرش قالت عليها رش البودي وما قالتش عليها رش السيل. الفرق بين البودي والسيل ده فيهاش نيوكليس. ايه المرض اللي بيحصل فيه الكلام ده؟ راينو سكليروما. الراينو سكليروما ده بيناين ولا بيليجنت تيوب؟ ده جرانيلوما. ايوه هما بيقولوا عليها هو. يس. المثال الثاني خدناه النوبه اللي فاتت. اللي قدامكم دي ليفر سيل. لو خدتوا بالكم شايفين السكريتري دي ابيرنس؟ مش احنا خدنا الاستيادوزس؟ في الاستيادوزس في فات بيتحوش جوه الكبد، صح؟ لان المعادله وقفت. في الخمره الانزيم انهبت. فالفات ما بيشبكش في البروتين. فمين هيتحوش جوه خلايا الكبد؟ الفات والبروتين. هنا انتوا شايفين السكند رينج قال الفات، لكن ده قال النظر. حد فيك شايف كور حمراء جوه في السيتوبلازم هوموجينس بين؟ This is مالري بودي. المالري بودي بتحصل في حالات الالكوحوليك هيباتايتس. في حالات الالكوحول. لان دي اللايبوتروبيك فاكتور. في ترو بروتين انكريز ولا مفيش؟ في ايه نوعه هنا؟ لايبوتروبيك فاكتور. فاكرين حاجه من اللي بقولها؟ لحد دلوقتي في كام اكزامبل على السيلة راينوس؟ واحد بسرعه. رش البودي، ايه الخليه؟ بلازما، ايه البروتين؟ اميونوجلوبلين، ايه المرض؟ راينوس كليروما. تاني حاجه مالري بودي، ايه الخليه؟ هيباتوسايت، ايه البروتين؟ لايبوتروبيك فاكتور، ايه المرض؟ الكحوليك هيباتيتس. تالت اكزامبل الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس تايب 2، تعرف تايب 2؟ اللي هو في السن الكبير. اللي هو 100% جينيتيك. الناس اللي هو عندهم دايابيتس تايب 2 لو عندهم البيتا سيل في ايلد اوف لانجر هانز فيها كور حمراء. ايه البروتين؟ رو انسولين. لان الخلايا دي كل فكرتها ان هي بتتعب بتكون الانسولين بس ما بتعرفش تطلعه. فبالتالي الخلايا بتبدا تموت ويحصل الدايابيتس. فتلاقيها بيحصل كمان الهايلوز انتراسيلر في حالات البيتا سيل في ايلد اوف لانجر هانز ان كيس اوف دايابيتس بليتس. البروتين هنا اللي زاد مين؟ برو انسولين او الانسولين. اخر حاجه الناس يا دكاتره اللي عندهم دي بي اتش، الدي بي اتش هي بيناين بروستاتيك هايبر بليز، اسمها معانا؟ تضخم البروستاتيك. بتلاقوا جوه البروستاتيك اسيناي في بروتين زاد، ادي دي البروستاتيك سيلز وضغط. وهنا بيزيد البروتين سموها كوربورا امايليشن. ده مثال على انترا سيلر هيلوز. يلا حد ما طرد؟ هو مش كاتبها من اسباب السيلر هينوس الانترا سيلر البروتين اللي زاد فين؟ اكسترا. طب ليه عملها كده؟ لان تقسيمه انترا سيلر واكسترا سيلر مش معناها جوه الخليه وبره الخليه. معناها هل في ترو بروتين انكريس ولا مفيش؟ الماده اللي اترسمت دي عباره عن البروتين اللي موجوده في البروستاتيك سكريشن. في السن الكبير البروستاتا بتكبر فما بتعرفش تخرج البروتين فبتترسب في بروتين بتزيد فعلا جوه اليومن ففي ترو بروتين انكريس سموها كوربورا اميليش. يعني ايه كوربورا اميليش بالعربي؟ الاجسام الهشه. اميليش يعني فراجايل اللي انت بتشوفها بعينيك تيجي تمسكها تلاقيها اتكسرت. في ترو بروتين انكريس. طب ليه حضرتك تعمل على انترا سيلر؟ لان في ترو بروتين انكريس. لان النوع الثاني اسمه اكسترا سيلر هينوس ده ما بينزلش فيه بروتين. ده تشينج. اشهر اكزامبل على اكسترا سيلر هينوسس في حالات الاسكار او الكيلويد. مش تعرفوا في الريفير تعرفوا ان السكار او الكيلويد فاسكولار ولا افاسكولار؟ افاسكولار.
البروكسايد يشتغل على الكولاجين فيخلي الكولاجين كأن بيحصل فيه فايبرنويد كلوزس يبدأ يدخل ويلونه يحمر. فزي ما تخيلوا ان في بروتين انكريس، هو مش بروتين انكريس، عندما يوزع الكولاجين اللي هو مش خليه بيحمر فيزيكال كيميكال اوتريشن لانك سلب بالهيدروجين بروكسايد. هل في الاكسترا سيلر في ترو بروتين انكريس؟ لا، ده في دامج للكولاجين فبالتالي بيبان ان هو تخين. الاكزامبل عليه الاولد سكار او الكيون، الاكزامبل عليه الاورام اللي ما فيهاش بلاد سبلاي كتير زي اللايوميوما، الاكزامبل عليه الفايبروس بتاع الترومباي عشان ما فيهوش بلاد جواه، الاكزامبل عليه البلاد فيسل الطبيعيه في الاولد ايج او الهايبرتنشن زي السبلين. لو جيتوا تبصوا على السبلين هتلاقوا السنتر ارتريول الاول تخن واليومن دال. هل حضرتك في بروتين بيترسب في الهور والبلاد فيسل؟ لا، ده الكولاجين تخن بسبب قفل البلاد سبلاي اللي جوه الفيسل اللي اسمها فازا بازور، فحصل اكسترا سيلولار هايدروس. في حالات الكرونيك جلوميريفايتس التهاب الجلوميرات بتاع الكلى بتلاقي برضه نفس الكلام بيحصل. يو سمرايز الهايلوزيس كاتيجوري ايه؟ الهايلوزيس تيرم ريفير تو انترا سيلولار او اكسترا سيلولار تشينج هوموجينس بينك بسبب زياده البروتين انترا سيلولار. لكن اكسترا سيلولار هل في ترو بروتين انكريس؟ نو، سي فيزيكال كيميكال اوتريشن. الهايلوزيس is a microscopic or a gross change. Only microscopic change. في حاجات تانية غير الجلوميرولاي برضو. حاجات تانية ممكن تزيد جوه الخلية بس مالهاش قيمة. زي الجلايكوجين. أنتوا أكيد خدتوا بالكم في بيزيد جوه الخلية في مجموعة من الأمراض اسمها جلايكوجين ستورج ديزيز، حد يعرف أساميها؟ مش مكتوب عندكم، مالهاش لازمة. فونجر وبومبين والكلام ده في مكان. البيجمنت. البيجمنت ممكن تزيد جوه الخلية. ايه اشهر البيجمنت؟ كل ده كاتيجري مين؟ اشهر البيجمنت اللي تزيد جوه الخليه بنقسمها على حسب البيجمنت دي جايه منين؟ في حاجه اسمها اكسوجينس بيجمنتيشن وهيدروجينس بيجمنتيشن. بنقسم الاكسوجينس على حسب دخلت ازاي؟ الروت. فاول نوع من انواع الاكسوجينس، كل ده كاتيجري مين؟ عشان الام سي كيو والكلام ده. البيجمنت اللي ممكن تزيد للخليه من بره الجسم اكسوجينس ممكن تخش له عن طريق الانهاليشن. احسن مثال عليها الصوره اللي قدامكم دي، ده تشينج اسمه انترا كوفس. اسمه ايه؟ كلمه انترا يعني تحت، كول اوزس يعني بريزنس اوف. الانتراكوز لو ترجمته باللغه العربيه يطلع تفحم الرئه. حضرتك الناس اللي بيشربوا سجاير او ما بيشربوش، اللي بيعيشوا في المدن او الفلاحين، بينهيل كربون بارتك. فالكربون بارتكل بتيجي الماكروفيج تاكلها توديها الليمف نود وتخلي التيشو لونه بلاكش فسمي انتراكوزس. هل انتراكوزس مرض؟ الانتراكوزس ليس مرض ومالوش اي امباكت ومفيش ارسال فيكو ورئته مش سودا الا الطفل اللي مات قبل ما يبلغ وهو طفل لان ما تعرضش للفحم ما تعرضش للتراب. فاهمين اللي انا بقوله؟ ده بتوع شركات السجاير عشان مش فاهمين يجيب لك سترون يقطع المسجاير. يقول لك مدخن حتتين، رقبة سودا. يعني ايه يعني هتفرق لو رقبته بقت حمرا؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ انتراكوزس هاز نو امباكت. انتراكوزس از تشينج. ما يعملش حاجه. طبيعي. بيجي من المدخنين زي غير المدخنين. لان المدخنين ماشي بيشمها من ده، طب ما التاني بيشمها من التراب ومن عدم العربيات والكلام ده. في المدن ما في عربيات والكلام ده والفلاحين ما بيولعوا في البتاع وفي تراب عندهم. فاهمين اللي انا بقوله؟ فالانتراكوز از نوت ديزيز. اول اكسوجينس بيجمنت بالانهاليشن الكربون في حالات الانتراكوز. ممكن البيجمنت تخش لنا بالانكليشن انجكشن. طبعا دي انتوا عارفينها. البيجمنت الان دي اي وهذه البروسيدر بيسموها تاتو. تعرفوا التاتو؟ منتشر الايام دي. طب التاتو ده حضرتك انت يا بنت بيحكموها في الابيدرمس. فتيجي الماكروفيش تاكل البيجمنت وتقعد. فحضرتك ينفع بعد ما تعمل تاتو وتغسله بالميه يطلع؟ طب امال ايه طلعه ازاي؟ طلعه ايه؟ متكاوي. اتفرج على تمر حنة يا خبيث. يا خبيث. طب ما انت كفو يا باشا، التمر حنة يا باشا.
كويس قوي. الاول كان بيحبها فراح رسم صورة على صدره، وبعد كده راح يديله مخموس وخازوق، وراح هناك واقف هناك وصبري مش عارف ايه وكلام كده، وراح يجيب الميه نار رشوه عليه، بعد كده قالت له بس 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 رجعت له في الاخر، راح رسم صورتها تاني. دي سبوره اهو. لو اللي بيتكلم مجنون اللي بيستمع عالي نحط ميه نار على جده عشان نشيل الصوره، ما ينفعش طبعا الدور. التاتو زمان ما كانش بيتشال، عاوز تشيل التاتو دلوقتي ليزر ابليشن، انك تشيل طبقه الابيتاز من غير ما تعور البيزك ميمبرين، مفهوم؟ طبعا الراجل اللي قدامكم ده ممثل اكيد عارفين القصه يعني، انا بس بجيبها عشان الانسان يرى ما يعرف. عارفين ده ممثل ده الفيلم؟ ايه اللي مرسوم عليه ده؟ سبحان الله، قبل دقيقه واحده اجيب لك صوره باثولوجي مايكروسكوب الدنيا اكتر من ده. فالانسان يرى ما يعرف. ممكن اكسجرس تك تخش عن طريق الانهيليشن اند راكوز سكارب بارت، عن طريق الانجكشن او الانكليشن تاتو، ممكن تخش عن طريق الانجكشن. يعني ايه الانجكشن؟ الالتهاب. اشهر ممكن تخش عن طريق الانجكشن الليد، الليد مشهوره جدا في الاطفال المصريين بسبب عاده سيئه لف السندوتشات ورا البرايت. اللي حضراتكم ما تعرفوش ان كل الورق اللي قدامكم ده الحبر اللي مكتوب عليه الاسود ده بتاع تصوير اسمه ليد اسيديت. فحضرتك لما تلف سندوتش انت بتاكل ليد اسيديت. نورمال بين سنانك في بقايا اكل معفن. فالاكل المعفن ريحه بقكم يعني انتوا بتشموا ريحه بقكم انا كمان. بيبقى فيه هيدروجين سلفايد. اما يتحد مع الليد يعمل ليد سلفايد. فيديك خط ازرق عند الجمس. طبعا الخط اللي فوق ده المفروض ازرق. دي مرض كانوا بيسموه زمان بلومبيزم. البلومبيزم بلومبيزم. فما هو البلمبر؟ السباك. طب هم ليه سموه السباك سباك؟ هو المفروض كانوا يسموه السلام، لكن هم سموه سباك. اولا البلومبيزم هو مرض مستخدم الرصاص، لان كلمه سباك لان السباك كان بيسبك الرصاص. لان زمان المواسير اللي كان بيمشي فيها الميه والمجاري مواسير فخار عشان يلزقوها ببعض، كان السباكين بيجيبوا الرصاص ويسيحوه ويلزقوا ببعض، فبيشموا الفيبر بتاعه ويحطوا ايديهم بيبقى عليها رصاص، فكان بيجي لهم هذا المرض. حضرتك بلمبيزم بلمب يعني سباك يعني رصاص، ورمز الرصاص في الجدول الدوري بي بي يعني بلمب، فاهمين حاجه من اللي بقولها؟ دلوقتي عندنا الاكسوجين اسبكت بتخش بكام طريقه؟ ثرو انهاليشن مرض اسمه مش مرض شيء جسمه انتراكوز، ثرو انجيشن تاتو، ثرو انكليشن تاتو، ثرو انجيشن بلومبيز. طبعا مش مشكله بلومبيز يبقى في خطر ازرق في الجرح، فبيبوظ الكلى وبيبوظ المخ، وده مسؤول عن العنف اللي موجود في شباب المدارس. طبعا قاعد بتشيل رصاص بتاكل رصاص ما عندهمش مخ. هو الطبيعي الانسان محتاج مخ عشان يبقى مؤدب ولا قليل ادب؟ عشان يبقى مؤدب الانسان بطبيعته وفطرته قليل ادب. محتاج مخ عشان يكبح ايماع نفسه. فاهمين حاجه؟ الانسان محتاج مخ عشان يبقى مؤدب. خدتوا الكلام ده في السيكاتري او السيكولوجي. الانسان الاول بيبقى ايد ثم ايجو ثم سوبر ايجو. اه. مش كده؟ ده الانسان بيبقى الادب طبيعته. خلقته كده، ربنا خلقه كده. يديله مخ يبقى مؤدب. مخ اكتر مؤدب اكتر. مش مؤدب، مش انا مالي. المهم في بقى حاجه اسمها اندوجينس بيجمنت. يعني ايه اندوجينس بيجمنت؟ ده بيجمنت داخليه تزيد جوه خلايا. اشهر اندوجينس بيجمنت عندنا حاجه اسمها الميلانين، سمعتوا عنها؟ يقول لي ده كاتيجري بي بي يعني نظام ميجريت زوايني يا ماما على الميلانين. يعني كلمة ميلانين لترا حرفيا. الميلانين يعني بلاك اسود، لان اول واحد اكتشفها كان معتقد ان هذه الصبغه مش موجوده غير في السود، فسماها صبغه السود الميلانين. ولكن هل الميلانين موجود في السود بس؟ كل البلاتين عندهم ميلانين، وايه الفرق بين ابيض واحد واسود واحد في الدنيا؟ فعدد الميلانوسايت ولا في الفانكشن؟ في الفانكشن. العدد ثابت، الكميه، لان الميلانين بيجي من تيروزين عن طريق تيروزينيز، اكيد عارفين الكلام ده. والتشر الجسمانيه اللي فيها الميلانين الجلد
جاكستيريس ميوكس ميمبرين زي اللبس موجوده في الاي وموجوده في البلينجيز. هناخد بقى اكزامبل عشان امسك بيه وامتى الميلانيزي وامتى الميلانينيس. ينقص اشهر اكزامبل على زياده الميلانين الصوره اللي قدامكم. الراجل قدامكم ده راجل ايه؟ افريقي. اسمه ولكن في حته في جسمه اسود من باقي جسمه، حد شايفها؟ وشه والحته دي ليه؟ لان دول معرضين للشمس، لان دي حضرتك اشهر سبب لزياده الميلانين بيجمنت هي برولونجد سان راي اكسبوجر. هو السان ريز تعرض لشعاع الشمس، حد يعرف ايه تعرض لشعاع الشمس بيزودنا؟ لان الالترا فايلت ريز بتستيميليت التيروزينيز فيعمل ميلانين كتير. فبالتالي لما نروح ونقعد شويه في حته ضل نرجع بيت حلوين تاني. فاهمين حاجه؟ اول سبب سان ري اكسبوجر. تاني سبب لزياده الميلانين الصوره اللي قدامكم دي. ده مرض اسمه اديسون ديزيز، اكيد خدوه. الاديسون هو زياده نقص في الكورتيزون. نقص. لو واحد عنده اديسون ديزيز الكورتيزون قليل. من نيجاتيف فيدباك الاس تي اتش هيحصل له ايه؟ هيزيد. وخدت في الفسيولوجي ان الاس تي اتش بيشتغل از ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. فتلاقي الانسان ده عمال يتبقى، ودي الطريقه اللي بنشخص بيها الاديسون. الطريقه اللي بنشخص بيها الاديسون ان عمال واحد عمال يسود. فما يجي لك في العياده بتاعتك يقول لك انا بسود. تبقى الدكتور طيب ويسالوا لك في الشفا. يقول لك حلو. فانت يمكن تكون بتقعد في الشمس كتير. تفرق ازاي من واحد بيسود عشان بيقعد في الشمس كتير وواحد عنده اديسون؟ على اديسون بيسود الجسم كله السكين والميوكس ميمبرين. كل اللي هتعملوه دول اعمل كده. اللب من جوه زي ما الراجل ده عامل. هتلاقي اللب من جوه غامق. يعقل ان في واحد بيقعد في الشمس كتير وهو واقف عامل كده اهو. شكل مخنا يا حضراتكم زيادة المنن، واحد برولونج سان ريكس بوجر، اثنين عارف الدرس ازاي بيساوي؟ ثلاثة الصورة اللي قدامكم من أسباب زيادة الملايين بعض الأورام الحميدة هي مش أورام عملتوه اسمها ليفاي، تعرفوا ليفاي؟ الحسنات. في حد فيكم عندوش شابة أو حسنة؟ طب ما دي في حتت فيها ملايين كتير. بعد الراجل ده اي واحد من ده ممكن يبقى في الانسان عنده حسنه حسنات وادي واد عنده حسنه ده مش حسنه دي حسنه ده مش سرطان ولا حاجه حسنه والله انا بس كل لازم تصدقوني وادي واحد ده لا ده سرطان ده مش حسنه انت جاي تقول لي ده سرطان اه طبعا في كرايتيريا ودي هيسالوكوا بيها دي اسمها ميلانوما واحنا في مصر ما بنشخصهاش على المنظر ده حد شاف حاجه؟ ده عباره عن سرطان طبيعي بني ادم. فشغل دلوقتي الليفاي والمالجنت ميلانوما بقى شاف شاف حضراتكم اللي بيسود الانسان برولونجد سان ريز اكسبوجر اديسون البيجمنتد والمالجنت تيومر اوف ميلانوسايت اللي هي الليفاي والميلانوما. في كمان عندنا المنظر ده الكلوازما. الكلوازما بالعربي اسمها كنف الحمل. كلوازما يعني كنف وكلمه كنف يعني دعم. حضرتك اي فيميل لو حملت مره واحده في حياتها نسبه الاستروجين والبروجستيرون في دمها بيحصل فيهم ايه؟ ماركتلي انكريست. الاستروجين والبروجستيرون الماركت انكريس بتاع الحمل مع الاف سي جي بيشتغلوا از ام ساتش ميلانو سايت ستيبليتي هرمون بس ما يخلوهاش كلها تغمق بيخلوا البتر فلاي اريا تغمق. طبعا مش في اي ست لازم تبقى الست بيضه عشان كده كانت الحمل مش مشهور في الستات المصريات مش بيه طبعا المصريات يزعلوا احنا بيضوا زي الفل مش كمان يعني ولا شفتوا البيض ولا تعرفوه فقطع فعشان يحصل كلوازما لازم واحده بيضه وتعمل طبعا بعد انقضاء الحمل هل بترجع طبيعي؟ لا بتسيب اثر زي اللي قدامكم دي اللي قدامكم دي لحد النهارده حملت مره واحده فزي ما انتم شايفين شايفين الحته دي؟ This is the clue. اسباب زياده الملح سان اكسبوجر بعض التيومر بناينو مالينت ميلانوما كلوازما اخر شيء حاجه اسمها كافيه وليه باتشز
كافيه ولين علم انجليزي ولا الماني؟ فرنسي. انت مش عارف كافيه يعني كافي قهوه وليه باللبن يعني لونها كافيه ولين لون العفريت ده القهوه باللبن. ده بيحصل في حاجات كتير قوي منها مرض مشهور اسمه نيوروفايبروماتوزس تايب 1 او حاجه بيسموها فون ريكلينج هاوز ديزيز اوف ذا نيرف. مش علينا هندرسه بعدين بس شايفين الست اللي بيبقى عندها هذه البيجمنتيشن ده سندروم بيطلع منه كافيه ده زياده الميلانين. تعالوا ناخد نقص الميلانين. الميلانين ممكن ياخد نقص بطريقتين او الطريقه الصوره دي جنرالايزد ياخد الجسم كله. كل الكلام ده في تجريبي بس عشان يكون صحيح جنرالايزد. لو الميلانين كله نقص في الجسم ده مرض بيسموه البينيزم. اسمه ايه؟ كلمه البينو يعني ابيض. ده اوتوسومال ريسيسيف ديزيز سبب ديفيشنسي اوف تايروسينيز. مفيش تايروسينيز خالص في ميلانوسايت ولكن ما بتطلعش التايروسينيز فمفيش ميلانين خالص. فالست اللي قدامكم دي زي ما انتم شايفين جدها لون احمر. ليه جدها محمر؟ يعني بتشوف من خلال البلاد فيسل. عينيها حمراء الايرس شعرها ابيض. ليه ابيض؟ بروتين. مفيش الميلانين اللي هو بيدينا الصبغات الشعر. تعرفين اللي بيدي لون الشعر ولون العينين كميه الميلانين اللي فيها. كل ما الميلانين يزيد اسود يبدا يقل بني اخضر ازرق لبني. فاهمين اللي انا بقوله؟ يا برضه غبي فاكر عنها ان عينيها خضرا عندها سبع خضرا في عينيها. كميه الكونسنتريشن اوف ميلانين. This is albinism. نقص الميلانين جنرالايزد البينيزم وده اوتوسومال ريسيسيف لان ممكن ينقص الميلانين لوكالايزد. لوكالايزد يعني في حته دي بيسموها ليوكوديرما. بيسموها ايه؟ ليوكو يعني وديرما يعني باتش حته من جلد لوكالايزد. لان ده نوعين من غير سبب برايمري ده بيسموه فيتيلايجو البهاق. كان مين اشهر واحد مصيب بيه؟ مايكل جاكسون. لدرجه ان هو ضرب جسمه كله وكان قاعد فتره يغني بماسك وفضلت بعض الحتت هو كان نجم بعض الحتت سودا كان اللي اسهل عليهم ان يرجعوا يسودوه ولا يعملوا بلشيسيك ويموتوا الميلانوسايت في الحتت دي فيخلوها ابيض بالظبط ولا من بره بقى نعمل مناخير ونظبطه فبقى زي الستات دول بالظبط رحمه الله عليهم. لو الميلانين نقص من غير سبب ليكوديرما. لو نقص سكند المرض واشهر مرض بينقص الليبروسي الجذام هتبقوا تاخدوه تشابتر البكتيريا انفكشن لانه بيضرب النيرف وعشان البنيرف ساعتها تعيش لازم نيرف سبلاي ساعتها يبقى اسمه سكند ليكوديرما. تو سمرايز نقص الميلانين نوعين لا ياخد الجسم كله جنرالايز البنيزم لا ياخد حته من الجسم لوكالايز ليكوديرما اللي ممكن من غير سبب برايمري مثل لايت مش مكتوب عندكم مثل لايت سكندري واشهر مرض يعمل سكندري ليكوديرما الليبروسي الجزء. في حاجه اخيره اسمها لايمو في سي بي هقولها وراك خلاص انا المفروض كنت اديتكم اكتر من كده بس كفايه. اصل للاسف بالعكس ست ساعات عاملين اللايمو في سي هقولها وراك واحمرها. اكتبوا على لايمو في سي بيجمنت او لايمو كروم كاتيجري بي واشرحها لكم بسهوله. طول عمري بشرح الكلام ده اهو افتكر هذه الكلمة او المثل اللي بيقول يا قلب يا جدات يا ما انت شايف وساكت. والانسان لما يكبر قلبه بيصغر والانسان لما يكبر قلبه بيغمق. حضراتكم وبالذات البنات ان شاء الله بعد شوية هيبقوا سيدات يروحوا يشتروا لحمة من عند جزار والجزار يبقى عارفهم ان هم دكاترة وحلوين وزي الفل وسخرية القدر يضحك عليهم. فيقول لها انت دكتوره وعارفه اهميه اللحم فيها حديد وما بتجيش الا كل سنه تشتري مره. فانا عاوز اواكب معاكي. انت عاوز ربع كيلو لحمه؟ تقول له اه. يقول لها بصي انا عندي حتتين لحمه اهي. في لحمه غامقه كده مليانه حديد وحلو ولحمه فاتحه كده مش حلوه ما فيهاش حديد كتير. فانا عشان بعزك اديك اللحمه الغامقه. ما تيجوا تشتروا لحمه، تشتروا غابه ولا فتحه؟ فتحه. تشتري الفتحه. ليه بقى؟ لان في حاجه اسمها لايبوبيسين او لايبوكروم.
اللايبوفيسين او اللايبوكروم دي ليبيد براونش ليبيد درايفد بيج مش فاهمين خارج من الاستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك تتكسر وتتكون عدا البارد. حضرتك الخلايا بروتين كلها بروتين ما عدا السيل ميمبرين ده فوسفوليبيد. البروتين بيعاد استخدامه لكن الفوسفوليبيد لا يمكن اعاده استخدامه. فبتيجي الماكروفيج تحوله لصبغه اسمها اللايبوفيسين. هذا اللايبوفيسين تيجي الماكروفيج بتاع الانسجه تاكله او النورمال سيلز اللي موجوده في الانسجه يخشوا جواها. دي معناها ان احنا مع الوقت الانسجه بتاعتنا بتلمع ولا بتفتح؟ ليه بتلمع؟ لان في خلايا ماتت وتحولت للايبوفيسين وبدات تتخزن في الانسجه اللي موجوده او الماكروفيج عشان كده بيسموها وير اند تير بيجمنت. تعرف يعني وير اند تير؟ وير اند تير عندنا مثل اللي هو بيقول لك تعيش والدواء. لو حد فيكم اشترى قميص بلوزه واحد صاحبي يقول له تعيش والدواء لان هو عقار طول ما هو عايش هيكسر وهيشتري جديد. هو نفس الكلام ديز دي لايبوكروم لايبوفيسين. اللايبوكروم او لايبوفيسين هي براونش ليبل درايفنج بيجمنت موجوده سمول اماونت في النورمال تيشو ولكن لو في تكسير الانسجه هتلاقيها تزيد مفهوم؟ اديني اكزامبل عشان اشهر اكزامبل على اللايبوكروم لايبوفيسين بيجمنت جار عليم اسمه براون اتروفي اوف ذا هارت. ده الجار ده براون اتروفي اوف ذا هارت. البراون اتروفي اوف ذا هارت ده قلب راجع عروس. انتوا عارفين طبعا ان الاسترايتد ماسل الكاردياك ماسل اي نوع من الخلايا لا بايلر ستيبل ولا بيرن يعني تتكسر ولا تعوض. اما راجل يبقى كبير مش في خلايا كتيره اتكسرت حجم قلبه يحصل له ايه؟ يعني والخلايا اللي اتكسرت اتحولت ليه؟ البروتين استخدمناها لكن السيمبرين لايبوفيسين. فعشان كده دي اسمها براون اتروفي اوف ذا هارت. جروسكي بعينيا القلب ده كبير ولا صغير؟ عرفت منين؟ انت عندك الواحد الكبير شفتي في الاناتومي؟ انا بتكلم على الصوره اللي قدامك. القلب ده كبير ولا صغير؟ صغير. عرفت منين؟ سهل قوي. لو جيت بصيت هنا ده القلب ده الاورطه. حد شايف البتاع الابيض ده؟ ده الكورونا. نورمال الكورونا في قلب واقف لازم يبقى ستريتش. انتوا شايفينه هنا ستريتش ولا تورشس؟ معناها ان القلب ايه اللي حصل له؟ صغير. فبالتالي جروس دي هارت از ريديوس ان سايز. ايه الدليل ان هو ريديوس ان سايز؟ لان الكورونري تورشس زي ما انتوا شايفين المايوكارديا بين لونه ايه؟ دارك براون اسود. لان ده اللايبوفيسين زي الجبن. في اكزامبل تاني على كده حاجه اسمها ميلانوزيس كولاي. حاجه اسمها ايه؟ ميلانوزيس كولاي. ايه البيجمنت اللي زادت؟ ها؟ ميلانوزيس كولاي اوكسايد بالجزمة. انا بشرح زياده اللايبوفيسين. هو كلمه ميلانين يعني ميلانين يعني اسود. فكلمه ميلانوزيس كولاي يعني القولون الاسود. الميلانوزيس كولاي دي كانت كونديشن مشهوره زمان. لان انتوا عارفين العواجيز ممسكين. تعرفوا عن ايه ممسكين؟ عندهم امساك. فكان في زمان بيرجتيف. تعرفوا عن ايه بيرجتيف؟ لا بيرجتيف ليس ملايين شارب الملايين نفسه. في زمان كان بيرجتيف اسمه انثراكينون. الانثراكينون ده كان ازاي بيشتغل كشربه؟ كان بيموت خلايا القولون. ولو موت خلايا القولون تعرف ده بص الاكسسوتر فبالتالي السلام ده ايه؟ شرب. اما يموت خلايا كتيره من القولون السيل ميمبرين بتاعه يتحول ايه؟ لايبوفيسين. واللايبوفيسين يخش في الخلايا في اللايزوزومز بتاعت الخلايا. فتيجي تفتح بطن العيان بعد ما يموت تلاقي كل القولون بتاعه لون اسود. مين الصبغه اللي اترسمت؟ لايبوفيسين. دي بيجوها في الام سي كيو العلمي بتذاكر من على الوش. يقول لك ميلانوزيس كولاي بيكريس بيجمنتيز ميلانين لايبوفيسين فات كالسيوم. يقول لك شفت الناس الطيبه يقول لي ميلانوزيس كولاي وحاطط لي اول واحده ميلان وبيفكر ان انا اهبل. طبعا البعيد هو اللي اهبل. ميلانوزيس كلمه ميلانين يعني لاك وليس معناها اللي هو صبغه الميلان. ايلوستوبير كنتين ان شاء الله.